سلام الشباب، بعد شوية يدخلوا الدراري. وهشام تسنى بعد شوية شباب يدخلوا الدراري، نشوفوا بوليش فايبس فينا. هو عبد المنعم دخل. عبد الرزاق نو الداري يدخلوا الداري واحد شويه وبداو بين مدخل عبد المنعم حتى هو كاين. هو عبد المنعم عبد المنعم اكسبت ليك اكسبت ليك السلام عليكم. السلام عبد المنعم. دينا جيت كلشي مزيان. بوليش فايبس مرحبا، عليك الله كي يحفظك. داير هانيه؟ الله يلا بخير. كي داير انت؟ الله يلا بخير. كيدوز نهار في كبير النهار؟ هذا. الله الله يعطيك يلا الخير. الحمد بيك اخويا، لله حامدين الشاكرين. الله يحفظك. تسنى ربي واحد يسلمك. شوية يدخلوا الدراري ونبدأ. مرحبا. دراري مرحبا. الصوت واش كيتسمع مزيان الدراري؟ اللي كيسمع يدير واحد باش نعرفوا الصوت راه كيتسمع. منعم عبد المنعم دوي باش يشوفوا الصوت واش هو هذاك. سامار سنت تسمع مزيان انا ياك؟ يا كتسمعني مزيان انت ياك؟ تنسمعك؟ اه انا تنت تسمع مزيان. هو هذاك صافي راه كلشي تيتسمع. اللي ما تيسمعش يدير الكيت الدراري باش يتسمع الصوت مزيان. صافي راه كلشي داير واحد واحد واحد. صافي دونك نبداو على بركة الله. بالي باب نعم ما دخلوا الدراري بما يدخلوا الدراري الاخرين. الله يسخر. شحال دخل سير باب المنعم، عرفنا على راسك واخا شافوك الدراري في الفيديو. نعاودوا اليوم دير بحال ما شافوش هذاك مرحبا الفيديو وغادي نبداو معاهم. مرحبا. سير باب المنعم. المهم انا عبد المنعم من مدينة اكادير، تنتريدي دابا تقريبا شي غادي 4 سنين. بحالي بحال اي واحد جديد. انا خسرت فلوسي. كاين شي واحد ما خسرش شي حاجه في هذا المجال من الاول؟ ضروري غتخسر. لا ضروري ما يمكنش كايناش، بنادم يتعلم من ما الاول. كاينش ديريكت تجي وتربح. ما كايناش هذه في اي مجال، مجال فيه الفلوس ما كايناش. صافي وانا نبدا الحمد لله. شويه خسرت في الاول، شويه بشويه شويه بشويه تتعلمت الحمد لله، بشويه بشويه توليت بروفيتابل. عادي يعني اي واحد فاش تيبدا راه تياكل العصا في الاول، ولكن ما خصكش تسلم. فهمتي يعني؟ خصك تبقى عاد في المال. خسرتي الفلوس ديالك خصك تبقى صافي، ما خسرتي والو عوجاني. اكون الكاميرا ايوا راه من الريزو يمكن، ماشي من عندي انا. الكاميرا عندي كتبان هنا مزيانه من لا تتبان بحال مضببه شويه سينابيل. واقيلا يا بقيت ما موسخه ولا شي حاجه، لا لا عندي ما انا قاس. كنشوفها هنا مزيان. ايوا صافي، يعني اللي يكون قاسها شي واحد بيديه. داكشي علاش؟ داكشي اللي واقيلا اللي قسم لي لا قال. لا اما انت الكافيتي كتبان ديال الريزو فريش. يمكن واقع. يقدر. المهم انا اش غديروا بوجهي انا، راكم حافظين. ونشوفوا شوفوا عبد المنعم اللي غيورينا الشاط، ما انا كاع ما نبان ماشي مشكل. عبد المنعم اللي غيشرح لكم، ما انا اش غديروا بوجهي. قلت لكم الاخوه صافي. وجديد انا كنت في الاول تندير الكاشون ديليفري، الاي كوميرس، هذه الاي باي، ما خليت ما درت. فهمتوا الاخوه؟ بلاتي نشوف واحد البايب قليل اللي تحل لي نبارطاجي معاكم. واحد سير البايب ماني جاوب دابا. الدراري الاخرين تا هما. غادي نشوف هذا البلان هذا ديال الكاميرا، حنا نجيبوها السي مسحوها اليوم. زيد توخو شوفي لعبي تحل. نعم
يزيدوا يتجمعوا الاخوانيت مزيان شويه دابا تتبان مزيانة. لا كاع يلا ياس اكوك قولوا شي حاجة فراي من الرئيس يمكن واقع. لا دابا فريش شويه فريش شويه سير لا الله تبان هي جاوب هذيك هي هذيك شوف نقيه الله يسخر ابي ما دخلوا الدراري وصافي كاميرا ماشي مهمة اصلا. داكشي اللي كاين المهم نديرو الدراري غنحيدوا لي كومونتير حتى الاخر وغادي نردوا دابا شويه مزيان ماشي مشكل. المهم يلا سير رد حيدوا هادشي سير باك مونيف هاتي اني معك المهم الدراري مرحبا بكاع اللي دخلوا معانا. نتمنى تكونوا شفتوا الفيديو اللي دار عبد المنعم شرح لكم فيه سمارت ماني كونسيبت. اللي عنده شي سؤال وما فهموش في الفيديو غنحاولوا نشرحوا ونعاودوا نشرحوا هذاك الشيء اليوم، وغنديروا الفقره ديال الاسئله. راه ما فهمتوش شي حاجه راه غادي يعاود يجاوبكم على كل شيء وما غاديش يخبي عليكم حتى شي حاجه. داكشي اللي كاين مرحبا بكم كاملين الخوت اللي عنده شي سؤال كما كان يسولني راه غادي نجاوبه ان شاء الله على جميع الاسئله يعني كما كان السؤال ديالك حاول بروفيتي سول اي سؤال عندك كما بيكون النوع ديالو سولو اي سؤال في التريدينغ يكون خاص في التريدينغ ماشي شي حاجه شخصيه من الاحسن باش نحاول نعطيكم الماكسيموم ان شاء الله والله يوفق الجميع هذا الشيء علاش كاينين حنا هنا وتنشكر هذا السيد باش هذا بين اللي آني تنشكر هذا السيد هذا نبيل اللي فريمون قاتل الصراحه باش توصل المعلومه وفابور وجدوى معايا قال لي اودي بدك نديرو لايف للاخوان وداكشي ولكن كل شيء من اتل زيد زيرو درهم والله الا هادشي اللي قال لي بالله راه داكشي اللي قلنا لهم دابا هو عبد المنعم كاع عنده فورماسيون قلنا ليه اجي داكشي اللي كديرو في الزوم مع الدراري اجي عطيه الدراري فابور ها هما كاينين حاضرين دابا 1357 مرحبا عطيهم داكشي اللي كدير فابور ديك الساعه. راه الفورماسيون عنده راه كاينه فابور في يوتيوب لو بغيتو تشوفوا لي باز وداكشي. ها هو عبد المنعم عندكم دابا انا سولوه اللي بغيتو راه ما غاديش يقول لكم لا بحال لا شاري عنده فورماسيون دابا. والله إلا مرحبا بالجميع بالله غنطلقوا الاسئله شويه انا بما ريجلتي البلان ديالك بما دخلوني في الدراري الاخرين. اللي عنده شي سؤال الدراري حطوه هنايا بالخف ليا انا نجاوب عليه بما الدراري بما عبد المنعم وجد البلان ديالو. اللحيه ديالنا لا اخويا انا اديكور اللحيه هو السيمولاي برا في تايلاند انا باقي ما درت اللحيه. بدينا عبد المنعم الله يسخر سير تنقلب على هو وفق سمعت شحال هادي ما خدمت في هاد الفايت طلع رجعتي دير الاكونت تشونجي يعني الدراري. المهم حنا ها هو عبد المنعم باش تعرفوا ها هو لايف ها هو انتم اما باش ها هو باقي تيتشارج ها باش يتشارج شنو هما عبد المنعم هادو كنت تنخدم في ايباي هنايا تنبيع لي برودوي تنبيع ديجيتال برودكت هادشي قبل ما تبدا التريدين. قبل ما نبدا التريدينغ يعني راه حتى حنا راه دزنا فهمتي دقه دقه وفاش بديت التريدينغ راه خسرت الفلوس فهمتوا الاخوان يعني راه خسرت الفلوس في الاول حيتاش ما كنتش عارف واش فهمتي راه النولج هي كلشي ضروري تقلب وتقرا وشويه عليك وشتي واخا تقراو هادي في الاول ضروري خصك علاش انا تنصحكم بكونت صغير حل كونت صغير علاش حيتاش كومونتير تحبسو ياك حبستيهم صافي انا حيدت لي كومونتير باش نمشيو باش ما يدوخونا. المهم قلت لكم الاخوه فهمتوا وداكشي علاش تنصحكم تبداو كونت تاع 100 دولار حيتاش الا مشات لك 100 دولار ايزي ولكن راه تستافد فيها بزاف هذيك 100 دولار احسن من ما تبدا دوز تيست راه التيست راه ماشي هو الذي يؤكد على انك واحد التريدر لي بروفيسيونيل ولا لا واش فهمتوا الاخوه حيتاش راه التريدر بروفيسيونيل راه اي تريدر بروفيسيونيل عنده التراو داون ديالو يعني راه تقدر من 10 في الاول فاش تبدا تبدا تكون عندك التراو داون مثلا حتى 40% 30% واحد شويه تبدا تهود 30 28
26 24 22 تبدا تولي عندك الدراوضه ونواصلها لثلاثه ولا اربعه ولا واش فهمتوا الاخوه يعني فونديت اكونت راه ما تي زعما ما تاكدش على انك راه تريدر بروفيسيونيل هذا ولا الشيء تنقول لهم، ملي تنقول لهم راه ماشي ما تدعنيش انك نجحتي في التيست راك تريدر بروفيسيونيل، ولا شي واحد راه نجح في التيست يبدا يبيع خسرتك. لي فورماسيون ويقول صافي انا راه وليت تريدر غنبيع ليكم. لا تريدر راه ما تدعني حتى حاجه، تجيب الدبلوم ديال شركه التمويل بالزاف، اش علاش درتي بيه كاع؟ راه شحال واحد كنعرفهم راه هما كاع نقدر بزاف ديال الدراري كيجيبوا التيست كياخذوا البيمون الاول وكيحرقوا الكونت، وبزاف منهم عداد، ومنهم بزاف. شحال واحد داز التوب فايف ما عمره باقي رجع بان في التوب فايف. يعني راه واخا يجيبوا لي ديبلوم ما تقولش هذوك لي ديبلوم راه صافي راه جاب ديبلوم راه صافي ولا واعر في التريدينغ. ما تخليوش بنادم يقول بكم بهذه القضيه، تقدر تكون انت اللي ما تدوش تيست احسن من هذاك اللي جايب التيست. هذه ديروها في بالكم. بصح متفق معاك كمل السي بواحد نادر. 20 شركه معاش كتخدمها بواحد انا المهم، ماي فوركس فوند وكتخدم بكونت بيرسونيل كنتي قلتي لي حتى هو كونت ياك. بيرسونيل. انا ديما كنصح بكونت بيرسونيل، واخا تريدي مع اي شركه ديال التمويل ضروري الكونت ديالك، حيت الكونت ديالك كتبدا تكبروا شويه بشويه، وغادي تحاول تحافظ على الكابيتال ديالك، وهذاك هو اللي هياكد عليك واش انك تريدر بروفيسيونيل واش غادي ولا لا. واش فهمتوا؟ ماشي الفونديت اكونت، حيت الفونديت اكونت ما حدك يلاه بادي وادي ضروري الكونت ديالك غادي تخسرو. امتى ما غاديش تخسرو؟ الا كنتي تدخل في التريد تتريسكي 0.1% ولا 0.2، ماشي 0.2 مثلا في التريد، يعني ديك 1% ما تتخسرهاش. فاش تدوز تشالنج تبدا تريسكي 0.2 من الصفقه، هنايا يكون عندك بحال قلتي 41% ديال التراو داون ديال داك الريسك. حيت حنا فاش كنتريديو في فونديت اكونت ما كنتريديوش على اساس 100%، ديك 10% اللي عاطينا وماي فوركس فاند بس زوينه تعطوك 12%، ديك 12% تحاول تقسمها انت، تقسمها على 50% مثلا. وشنو لي مارشي اللي كتريدي فيهم عبد المنعم؟ انا كنتريدي في جميع لي مارشي، كنتريدي في لي زينديكس، كنتريدي في اي حاجه في السيف دي يعني مصدر اي الناس تا كل شيء اي 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 فرصه لا جو. تحميليه شنو هما لي بير اللي كتريدي فيهم؟ تنتريدي في الازواج كاملين. اي بير نقي فاش تندخل الشهر كيبان ليا بير نقي ما فيهش كثر الريجيكشن وداك الشيء تيبان نقي كنتريدي فيه، كيبان ليا مخرمز. مثلا شي بير مزيان كتريدي فيه تيكون فيه تحترم الشروط ديال السمارت ماني كونسيبت، واش يجيك انت هو هذاك مزيان في السمارت ماني كونسيبت؟ هي عندك جي بي بي يو اس تي، عندك الاورو دولار، عندك الجولد، عندك الاوديو اس دي، عندك اليو اس دي كارد، شنو باقي؟ هاد لي بير هادو مزيانين نقيين صافي كاينين دي مزيان بير سير الله. كاينين دي بير اللي بعد الخطرات تتوصل لواحد البيريود كيبدا يبان لك البير تيبدا تخرمز لمده شهر. واش فهمتوا البلان؟ يعني اي بير تقدر تريدي، ولكن انا كنصح بانك ما تفوتش واحد خمسه ديال لي بير ولا سته، باكتيستي واحد حتى تحترفو مزيان ودوز للاخر باكتيستي، حيتاش كل بير كيفاش يتحرك. ولكن حنا ضروري السعر تحترم لي زوردر بلوك ديالو، واي زوج في الهاير تايم فريم راه تيتحرك بحال مفهوم الاخوه. يعني خصك ضروري كل واحد يشد بير واحد بحال يشد ناس داك يشد الجولد، ولا يشد بير واحد يشد حاجه واحده ويتريني عليها مزيان عاد يدوز للحاجه الاخرى، فيحفظ هذاك المارشي مزيان ويضبطو مزيان. سير ونهار هذه نبداو واقيلا، نبداو السمارت ماني كونسيبت واقيلا عبد المنعم، الله يسخر. نبداو بحال اللي تي درنا ذاك النهار في الفيديو، وشرح لنا شي اونطري علاش دخلتيها، كيفاش دخلتيها من الاول حتى الاخر. مرحبا، عندك واقيلا الصوت كيتعاود، نبارطاجي معاكم واحد التريد تتعاود الصوت دابا. لا صافي صافي سير نقاد بغيتي نشوف. عبد المنعم غيبارطاجي معنا شي تريد دخلو وغيقول لكم علاش دخل. المهم نتوما ورقه وستيلو باش لما فهمتوش شي حاجه في الاخر غادي تسولو وغادي يجاوبكم هو نيشان علاش دار هادي علاش ما دارش هادي وغادي. المهم سمارت ماني كونسيبت ديما ديرو في بالكم، كنمشيو من الفريم الكبير عاد كنمشيو للفريم اللي كناخذو به لونطري، وداك الشيء اللي كنديروه في الفريم الكبير كنعاودو نديروه في الفريم اللي صغر منه باش نلقاو لونطري ديالنا وباش ما يكونش عندنا ستوب لوس كبير. وعاوتاني ديروا في بالكم هو ان التريدين راه هو البسيكولوجي زائد الريسك مانجمنت ديالك،
ما تبقاوش تطيحوا في الفخ ديال انك كتدخل كتخسر كتولي باغي ترد هذيك الخساره. صافي ذاك النهار عندك جوج ديال لي تريد احترمهم، يا غتجيبهم لاصقين يا غتخسرهم وغتمشي في حالك. دير انت اي واحد كاع في الاول فاش كنت تريني، تريني بتريد واحد، دير واحد في النهار غتجيب ذاك التريد ديالك ولا غتخسره وتفل البيسي حتى الغد. هكا ما عمرك غادي تحرق الكونت، غتولي طوال لكن انت تحرق الكونت في نهار غتولي كتحرقه في 20 يوم وانت كتعلم، وما يمكنش انك تغلط كل نهار. ضروري واحد النهار غتجيب واحد على خمسه وتعوض هذوك الخسائر اللي درتي كاملين. غير ما تحاولوش انكم تزربوا وتقولوا لا حنا بغينا الفلوس. وديروا في بالكم عاوتاني الناس اللي كيتريديو في يوفروب يو بروفيت ولا تيك تيك، راه انتم كتريديو غير بديك 2500 دولار في الكونت ديال ال 100 كا، طبقوا هذا الشيء في لي كونت الاخرين. يعني انت راه ما كتريديش ب 100 كا، هما عاطينك غير 2500 دولار ريت ديال الديليلوس، هذاك هو داك الشيء اللي عندك. يعني انت داخل بكابيتال ديال 2500 دولار، ما يمكنش ان واحد داخل بكابيتال ديال 2500 دولار باغي داك النهار يضرب 10 كا، راه ما كايناش، ولا باغي داك النهار يضرب 100% ويجيب 2500 دولار. سيروا بشويه عليكم، ما عندكم كتكبروا في الكابيتال، ما عندكم كتكبروا في لي تريد ديالكم. اما الا كنت انت داخل ب 2500 دولار باغي تضرب لي 2500 دولار 100%، راه انت خاصك تمشي تخدم معاهم فول ستريت، ما تبقاش تريدي هنايا كاع. لكن انت تقدر تجيب يوميا 100%، راه صافي، راه ولا عندك الليفل ماشي غير هار. يعني الدراري سيروا بشويه، ما تحاولوش انكم تبغيوها كلها، ما تطمعوش دي تريد صغار حتى تكبروا الكابيتال، عاد ديك الساعه بداو تكبروا لي كونطا. سير با عبد المنعم، هي يعني النقي على هاد غادي نجيو غادي نشوفو عليك روما كتبانش. انا نقاد دابا نجيب شي اسميتو فاش نحط، اسمحوا لي الاخوان نجيب غير شي بارتي فاش نحط تليفون، نوقف التليفون مزيان صافي. سير على بما جاء عبد المنعم، واحد الحاجه اخرى عاوتاني كنبغي نقولها لكم في صحاب التريد، راه بزاف ديال صحاب التريدين تيكونوا غير طالقين. راه قلت لكم بحال ذاك النهار اللي ما عندوش تراك ريكورد ما تيقوش فيه، واخا كاع يجي يحل لك شي لعيبه في الانترنت، يحل لك شي سيت ولا شي لعيبه، خاص يوريك لي تريد اللي كيدير داك الشهر كامله ولا 3 شهور الاخره كامله. دابا شنو كيدير؟ اغلبيه كيمشي يحل الكونت ديمو وكيصوروا لك على انه حال الكونت، راه ما داكشي غير التخربيق. اي تريدر بحال ذاك النهار ما فهمونيش الدراري اللي قلت لهم تراك ريكورد، تراك ريكورد تيكون مده ديال 6 شهور عام، ماشي واحد يلاه بادي التريدين شهر وغادي يجي يقول لك اجي نعلمك. هادي راه ما كايناش. اللي بغى يعلمك قول ليه وريني التراك ريكورد ديال 6 شهور ديال عام، كاين لي تريدر اللي فايتين 4 سنين، كاين اللي فايتين عامين، تيكون عندهم تراك ريكورد كبير وكونت كبير تيكبروا فيه. دونك ما تخليوش بنادم يصيدكم، تراك ريكورد ضروري منه باش تعلم من عند شي حد. الا ما كانش عندك تريدر تراك ريكورد عرفو نصاب، راه انت فلوسك هما باش داير لاباس. هادشي اللي غنقول لكم فهادشي ديال التريدين، كاين جوج نوع الناس، كاين لي تريدر وكاين الناس اللي تيبيعوا لي فورماسيون. ما تيكونش شي تريدي هذاك كاع حرفته هي انه يبيع لك فورماسيون، وكاين لي تريدر راه كيتريدي ويقدر يدير لك الوان تو وان، يحل لك تراك ريكورد ديالي ويوريك لي تريد ديالو، علاش دخل علاش خسر، يوريك كلشي. هذه خاصكم تركزوا عليها. ها هو عبد المنعم جا، ونبداو على بركه الله مع عبد المنعم. سير على الله عبد المنعم، تكلف. واقيلا مشى لك الصوت دابا. سامر سياد سير دابا كنسمعوك. سير على على بركه الله. المهم نحاول ندير هكا باش يبان، خصني دابا بعد المنعم. اوكي لا مشات لك كونيكسيون. خرج وعاود رجع. واقيلا المنعم يمكن مشات لعب المنعم الكونيكسيون. بغيتي نعاود ندخل واحد المنعم. انا صيفط لك عبد المنعم.
تسناو الدراري عبد المنعم وقيلا طرا ليه شي مشكل. ماش الدراري واش تبلوكا هادشي ولا ما آه هو صافي هو جاب سمحوا لي. فاليك ولا لا عرفتي شنو وقع بلاتي ديرو هكا، عرفتي شنو وقع؟ كنت حال الطرواج جي وتقاد هاد فهمتي، ونسيت وسط تمش بالويفي كاع. المهم سير قلنا عندنا هنايا واحد المنطقه اللي هي هادي، هي هنايا ما تبانش. المهم عندنا هاد المنطقه هادي كريات لينا واحد شي نشوف كاركتير هنا، وهي تهود. شوفوا كيفاش هود السوق من هاد المنطقه، واش فهمتي؟ شوفوا لي مبالانس، شوفوا لي كاندل كيفاش دايرين، يعني مودين بالملايين. واش فهمتوا الاخوه؟ ياك هذا اش من اش هودو من فريم هذا واش من مارشي هذا 4 ديال السوايع، اش من مارشي هذا 4 ديال السوايع. لا قلت لك اش من بير هذا اللي كان اللي جبتي دابا هذا اليو اس دي الفرنك سويسري، سيرال ده اللي ناحب شي نشوف كاركتير هنايا. هو يهود فاش هود هود واحد التهويده قويه، هو يرجع دار واحد البول باك ما قدرش يكسر هاد الهاي، هاد الهاي ما قدرش يتكسر، هو يرجع السوق. فاش رجع السوق لهاد الهاي احترمه، هو يهود اشنو دار؟ دار لينا واحد الكاسر هنايا، الا تتشوفوا هنايا ها هو جا لهاد المنطقه هادي ياك، هو يدير لينا كاسر هنايا نقي ياك. شوفوا الامبالانس عاوتاني، شوفوا تشين نشوف كاركتير هنايا، ها هي ياك هود السوق ضرب لينا في واحد الاوردر بلوك. ديجا كاين عندنا واحد الاوردر بلوك هنايا، ها هي ديجا كاين عندنا واحد الاوردر بلوك هنا اللي دارت هاد اب موف. هو السوق كريانا تشينج اوف كاركتير، هو ما ضربش لينا في هاد الاوردر بلوك. كون ضرب في هاد الاوردر بلوك كنا غنشريو هنا في 4 السوايع، غنشريو هنا نتسناو الكونفيرماسيون ديالنا في 15 مينوت وغندخلو ياك. السوق شنو دار؟ جات حتى لحدا هنايا، خلى لنا واحد الليكويديتي، ضرب في واحد الكونسوليداسيون هنا كيف ما كتشوفوا، وهو يطلع طلع. فاش طلع ما قدرش يكسر هاد المنطقه، متفقين؟ ما قدرش يكسر هاد المنطقه هادي. كون كسر هاد المنطقه غادي نشوفو هنايا شي منطقه، مثلا عندنا هاد المنطقه هنايا، وعندنا هاد المنطقه هنا، وعندنا هادي هنا، متفقين؟ يعني غنشوفو شي منطقه فيهم اللي بويلدات لينا الليكويديتي من بعد. السوق شنو دار؟ جا هو يهود من هنا، دار لينا الكاسر، ضرب لينا في هاد الاوردر بلوك، وهو يطلع هنايا، نقدروا ندخلو هنايا كونفيرماسيون اونتري. المهم من بعد السوق شنو دار؟ كسر هاد المنطقه هادي. الا جينا شفنا دابا اشنو غادي نلقاو؟ نلقاو السوق رجع ملا واحد 50% في هاد الامبالانس، ما ضربش لينا في شي منطقه في 4 السوايع، هو يهود كسر هاد المنطقه. ياك كسر هاد المنطقه، اشنو غادي ندير انا فاش كسر هاد المنطقه؟ عرفتي اش وقع ليا؟ من حرك من حرك الشرط في صبعي ياك. وي كسر السعر هاد المنطقه هادي، كسر السعر هاد المنطقه، خلى لينا هنا واحد الاوردر بلوك. هي بلاتي بلاتي عبد المنعم اعتبرني مكلخ ما تنفهم والو في التريدين، داك داك الخضر ديك المنطقه اللي تقول لي دابا اوردر بلوك شنو هي منين جبتيها؟ هاد المنطقه هادي انا اعتبرني دابا واحد من الدراري ما كنفهم والو سطل ديك علاش المنطقه ما خديت هاد فهمتهاش انا، داك الخضر منين جبتيها اخويا ما فهمت والو. انا نقول لك علاش خديت هاد كيما المنطقه. الدراري بس تقولوا ما تنقولش ليه منين، انا هاد ندير راسي المنطقه بحالي بحالكم. ولا شي اسئله، دوك الاسئله اللي غطرحوا انتم انا غنسولهم بلاصتكم. بغيتي نحيد هادي كاع ندير هكا هكا مزيان. هاد المنطقه هادي عندنا هنايا واحد الويك، ها هو واحد الهاي السعر رجع ما قدرش يكسر اللو ياك. عندنا السوينغ لو، سوينغ هاي السعر رجع ما قدرش يكسر اللو ياك. احترم هاد المنطقه، هي واحد اوردر بلوك هنايا. انتم الى جينا نكبروا الشارط، انتم شوفوا الاخوه، ها عندنا واحد اوردر بلوك، ها هي اللي كريات الامبالانس. ديما تنقول لك الاوردر بلوك اللي كريات الامبالانس، شنو دارت هاد الاوردر بلوك؟ غنجيو نحدوها، ها هي
هي شنو دار السير؟ جات ابا فيها هو يطلع، شوفوا طلع اللي طلع، شوفوا شوفوا راه خياليه طلع. دخل هنا كونفيرماسيون اونطري، راه واحد واحد المية واحد مية تمايا. ولكن ما عمرك ما دول دي اللي تريد بزاف عاوتاني، تقدر 90% ولا 80% وتخليها تسرح صافي الله يعاون حتى العام الجاي. هاني هذيك حيتاش، علاش تنقول لكم ديما حاولوا خليو لي تريد يتهولد داو؟ علاش؟ حيتاش فاش تبدا تخلي لي تريد يتهولد داو، تتولي عندك واحد الثقه في النفس، وتتولي عندك الثقه في لي زاناليز ديالك. واش فهمتوا الاخوه؟ دابا داكشي اللي طرا دابا تتولي الواد ملي تيحرقوا ليكم تيدخل في شي تريد تيبدا يخرج بالزربه، تيدخل تيخرج بالزربه، كيما تتصبر تيبدا على يخيف. الخساره خصك تصبر على الربح. فهمتوا الاخوه؟ المهم قلنا السعر شنو دار؟ كسر لينا، دار لينا هاد الهاي، كسر هاد المنطقه، خلى لينا واحد المنطقه نقيه، الامبالانس زوينه، السعر زومي ارتفع عليها، ديالي. زومي عليها، شنو هي هاد الامبالانس اخويا عبد المنعم؟ انا راه قلت لك سطل ما تنفهمش، هاي ورينا هاد الامبالانس الامبالانس. الاخوه، الامبالانس تتعني غير متوازن، يعني بالانس تتعني متوازن، وامبالانس كتعني غير متوازن، يعني ما متوازنينش البيع والشرايه. فاش تشوفش مع خضره فيها الامبالانس، يعني الشرايه حاكمينها على البيع، شاتفين على البيع لحينهم فاش يضربوا فيهم. دونك ضروري السوق خاصو يرجع يعمر هذيك الامبالانس اللي كان. في غالب الاحيان 80% حتى 85% ديما فاش السعر تيخلي شي امبالانس كيرجع كيملاها. انتم نعطيكم واحد المثال، شوفوا هنايا، شوفوا هذه الشمعه هذه، شفتوها؟ ها هي خلات امبالانس، ياك شنو دار السعر؟ مشى حتى لهنا ورجع من هذا الامبالانس، شفتوها؟ وطلع باين شنو دار؟ خلى لينا هنا واحد الامبالانس، ياك، وهو سير يرجع ما ملقاش هنا، جابه يملقها ما قدرش هو يطلع. فاش طلع شنو دار؟ شو واحد الويك من بعد شنو دار؟ جا ملقاها بهذه الشمعه. واش فهمتوا الاخوه؟ وهنايا طلع خلى لينا باين. واحد الامبالانس، ياك، ها هي واحد شويه الامبالانس هنايا، اشنو دار السعر؟ ها هو جاب الاباد ولا صح ما سير ملقاش هنا كامله، ها هو راه جا ليه وطلع عاود هو يرجع يملقها. ويعمر في كنت واش اخر. فهمتوا الاخوان؟ المهم السعر شنو دار؟ خلى لينا واحد تراند لاين ليكويديتي هنا، ها هو نقي، ها هو كيف ما كتشوفوا، ها هي طاب الاولى، طاب الثانيه، طاب الثالثه، مفهوم؟ يعني هنايا تقدر تدخل ريسك اونتري. علاش؟ حيتاش كاين بزاف ديال هاد التراند ليكويديتي لاين فوق ليكويديتي الاوردر. تعتبرو حتى هو كونفيرماسيون في الاوردر بلوك. شكون هو؟ هاد التراند لاين باش يكون عندك اوردر حيتاش بلوك نقي ديما ضروري تكون عندنا واحد التراند لاين ليكويديتي. ديما اما تراند لاين تيكون بدوبل توب، غنوريكم، ديرو هكا، ديرو هكا، شوفوا الاخوه، عندنا السعر ديما تيكري لينا اما دوبل توب بحال هكا، ولا تريبل توب بحال هكا، هذا ليكويديتي هنا، ياك، عندنا هذا، ها هو ليكويديتي، العاقة هنا يا صحاب، ستوبات ديال عباد الله، وعندنا دوبل توب، هذا تريبل توب، هذا دوبل توب، ها هو دوبل توب، متفقين؟ ها هي عاوتاني ليكويديتي، ياك، و إن دوبل بوتوم، عاوتاني، ها هما، قيعان متساوية، ها هما، عاوتاني ليكويديتي، ياك، وعاوتاني تريبل توب، ها هما ليكويديتي، تريبل بوتوم هذيك هادي هي اللي دوبل بقات لي بوتوم، خاصك تريبل دوبل بوتوم راه عاودت جوج مرات. اسمحوا لي، يا المهم تريبل بوتوم الدائرة راه فهموا البلان غير هادوك العكس ديال ليكويديتي. الاخرين وصافي. وشنو عاوتاني عندنا؟ عندنا بلاتي خصني نشوف فاسميتو باش مع دابا فاش تنبدا نشوف هنا وتنرسم، انا نبدا نشوف ليكرون تاع التيل شوف في هنايا. البلاي شنو ستيشن عندنا؟ بجد. بلاتي شوفوا هنا، هنايا عندنا تراند لاين ليكويديتي، ها هو، ها هو شتو، هذا تراند لاين ليكويديتي، هاي ليكويديتي، عندنا عاوتاني داون تراند ليكويديتي، ها هو تيكون هابط شتو، ها هو ليكويديتي. فهمتوا الاخوه؟ يعني ديما تتكون عندك اما ايكو هايس، هادو هما اقوى مناطق اللي هيكونوا عندك فوق من شي اوردر بلوك، وتدخل على ديك الاوردر بلوك وكونفيرماسيون وكشي معاك مزيان. بعكس الناس الاخرين اللي كيديروا سيبور ريزيستونس هما كيدخلوا في هذا الشيء هذا اوردر بلوك. دابا لا الناس اللي هذا تريد الشيء كتكونفير بي بي. سيبورتو ريزيستنس اللي كيتريديوهم تيدخلوا في هاد المناطق، ولكن حنا هاد المناطق تنتسناو حتى تيتسويباو، حتى تضربوا العباد الله ستوبات،
ولكن واحد حاجه باش نوضحها، راه الناس اللي كتري دي سبورت ريزيستنس راه ما كتعنيش انهم راه خاسرين في المجال، راه كاين الناس اللي كتري سبورت عندهم ميثود ديالهم، راه كاين الناس كتري دي سبورت اللي مربحات. اه كاين الناس كتري دي سبورت ريزيستنس حتى هي عندها ريسك مانجمنت نقي، تريدينغ بلان نقي، راه تيحققوا ارباح ديال بصح من السوق، ولكن اللي كيدخل بالريسك تو ريورد مزيانه واحد الخمسة واحد الربعة مفهوم. اما اللي كيدخل باش ما عندك ستوب بلوس كبير باش ما غادي تخسر في السوق، واصلا يعني... هادي بحال دابا دوبل توب ودوبل بوتوم تيكون عندك ستوب بلوس كبير، ما كتعرفش فين تحط ستوب بلوس ديك الساعه. ماشي بحال سمارت ماني كونسيبت كتعطيك ستوب بلوس صغير وتعرف فين غتدخل وفين غادي تخرج. اه سير عبد المنعم كمل لينا فين لقيتي ديك البلان الخضر، كيفاش درتي ليه الاوردر بلوك الكبير اللي لقيتي قبيله؟ هنايا عندنا الاوردر بلوك كريات لينا هاد الاب موف، وهي هو يجي السعر كاين هنا واحد تراند لاين ليكويديتي، هنا رجع السعر طاب لينا في الاوردر بلوك، هنا ندخلو كونفيرماسيون اونتري هنايا نقيه ياك، ندخلو نمشيو مع السوق نضربو فين هو الهدف ديالنا. اقل حاجه هو هاد الويك، هاد الويك حيتاش الى هبطنا اللور تايم فريم نلقاو في هاد الويك واحد الامبالانس، فاهمين الاخوه؟ المهم قلنا السوق السعر مشى اشنو دار؟ كسر لينا هاد المنطقه هادي، ها هي هاد المنطقه، هاد الويك القوي اللي قلنا هو تكسر. شتو كيفاش تكسر هاد المنطقه؟ منين تكسر؟ من هاد المنطقه هادي ياك، كاينه حتى هاد المنطقه ولكن السعر هرب بزاف ياك، وكريا لينا هنايا واحد الامبالانس رجع ملقاها وهو يطلع. فاش غادي نجيو نشوفوا هاد الكونسوليداسيون غنشوفوا السعر ميتيكا، هو خلى لينا هنا واحد الامبالانس الكسر اللي دار هنايا، نقدروا ندخلوا هنايا ولكن هذه ادفانس واحد شويه، ما ديرش شي حاجه الا ما تطباك تيستيهاش. فاش تكون عندنا شي منطقه قويه بحال هذه وتكسرات، في غالب الاحيان ديك الاوردر بلوك اللي كسرات هذه المنطقه تدخل فيها تيمشي معك السوق، مفهوم الاخوه؟ ولكن هذه ادفانس انا تنقولها لكم الاخوه، ماشي تمشي تشوف بحال هذا الكسر وتدخل فيه، الا ما باك تيستيتيش ما تدخلش فيه حيت راه غادي تاكل العصا. المهم السعر شنو دار؟ فاش جينا شفنا هنايا تنقلبوا شنو لقينا؟ لقينا عندنا واحد الاوردر بلوك هنا نقيه، واحد بوان اوف انتيرست نقيه، شتوها خلات لينا الامبالانس، دارت لينا هنا واحد الكاسر ياك. علاش ما راه نورمالمون ناخذوا هذيك اللي تحت من هذا الكاسر هذا، يعني اللي لتحت تحت من هذه المنطقه هي اللي خصنا ناخذوا، علاش ما كايناش هنا؟ حيتاش كاين واحد ميتيغيشن هنا، شتوها الى ودنا اللور تايم فريم لقاو ميتيغيشن هنايا، ما خلى لينا حتى شي امبالانس السعر هنا، خلى لنا واحد الامبالانس هنا هبط من الا ياك، هو يعاود كسر. يعني هذه هي الاوردر بلوك اللي غناخذو، متفقين؟ وغناخذو هذه حتى هي حيت هي اللي دارت هذا الاب موف، وغناخذو هذه حتى هي. ولكن اشنو من بعد ما خدينا هذا الاوردر بلوك وهذه وهذه، غادي نشوفوا شكون هي اللي جات السعر حتى لحدها وكري الليكويديتي، مفاهمين؟ غادي نجيو نشوفوا ندوزو اشنو غنلقاو. غنلقاو هذه هي اللي كري حدا السعر الليكويديتي وما طاباش فيها، مفهوم؟ مفهوم الاخوه؟ كلشي سير هذا باين سير. المهم السعر زاد حدا الاوردر بلوك، شنو كري لينا؟ شنو كري لينا الاخوه؟ داكشي اللي قلت لكم كري لينا تراند لاين ليكويديتي. واش تراند لاين ليكويديتي هذا ولا ماشي تراند لاين ليكويديتي؟ مفهوم الاخوه؟ ياك، يعني هاد الاوردر بلوك هادي في غالب الاحيان هادي تكون قويه، مفهوم؟ غادي نتسنى السعر يطبي فيها، نتسنى كونفيرماسيون اونتري وندخل. اشنو دار السعر؟ هاد التريد هادي راه ديجا دخلت فيها، ها هي ديجا دخلت فيها، جا السعر طبا ليا في الاوردر بلوك ديالي. شنو دار؟ ها هو طبا ليا هنا في الاوردر بلوك، شوفوا واحد الرياكشن اللي دار من الاوردر بلوك. عندي واحد الاوردر بلوك هنايا كريا ليا تشينج اوف كاركتر في 15 مينوت، حددت الاوردر بلوك ديالي في 15 مينوت، ها هي شتو السعر كيفاش جا رياكتا منها، ها هي دخلت فيها انا وها هي فين. دونك دابا الاوردر بلوك الكبير كنحدو به غير البلاصه فين غندخلو، موراها غندوزو ل 15 دقيقه باش نلقاو الانتري ديالنا فين غندخلو. شوفوا الا قدرنا نرجعو ل 15 دقيقه 29 30 سيرجع ل 15 باش يفهموا الدراري كيفاش دخلتي فهاد لونك. المهم دابا 4 السوايع كنلقاو فيها الاوردر بلوك اللي غادي يضرب فيه، غنعرفوه غيضرب فيه البري، غيطلع وغيعاود يرجع يعطينا اوردر بلوك في 15 دقيقه صغير باش ندخلو ديك الساعه. شاين فين هي ديك اونطري؟ اي ما باش يرجع السعر، ما باش. المهم نرجعوا 4 السوايع،
دابا حنا غاديين مع الشارت مزيان. شوف من بعد شنو دار السعر، عرفتي التليفون ضرني في اليد ديالي. من بعد شنو دار السعر، اصبر اصبر معانا عبد المنعم وصافي تصرح بالثلاث. من بعد شنو دار السعر، كريا لينا واحد شي نشوف كاركتر ياك. من بعد شنو بعدا دار، قبل لا يطابي لينا في هذا الاوردر بلوك ديالنا شنو دار، سويبا ليكويديتي. واش شتوها ليكويديتي؟ ها هو سويبا، شتوها الاخوه الليكويديتي تراند لاين. السعر هو سويبا الليكويديتي، فاش السعر تيهود كيسويبي شي ليكويديتي شنو تيدير؟ تيخطف السيوله ديك الليكويديتي. علاش؟ باش يمشي لشي اوردر بلوك في غالب الاحيان 90%. بعد الخطرة تيسويبي الليكويديتي ما كيضرب حتى شي اوردر بلوك، كيضربها في الانبالانس. ولكن في هذيك الانبالانس الا هودنا اللور تايم فريم 1 مينيت بحال هكا ولا 5 دقائق غادي نلقاو باللي ضرب في شي اوردر بلوك، مفهوم؟ ولكن انا ما كنتريديش في شي تايم فريم من غير 15 مينوت، مفهوم الاخوه؟ 15 مينوت قويه بزاف. واي تايم باش ما تطلع لي تايم فريم، باش ما تلقى القوه في الاناليز ديالك، مفهوم؟ ما سكرينيتيش هذه في الكامز دابا المهم. كيفاش؟ ولا ما سكرينيتيش في الكامز، التريد راه قديمه هادي، راه حيت قول لها الصاد قديم داكشي ما بغاش ليك، راه ربعه السوايع هادي راه عرفتي. لا حنا المهم تشوف شي تريد جديده بعدا باش يفهموا هاد البلان جاي، راه هي راه كاينه تريد جديده نبارطاجيها معكم. المهم دابا هاد التريد هادي انا مسحتهاش وجيت دابا ولقيتها، هاد جيت تركيز دابا ما ديجا ما مسحتش هاد الاناليز. المهم صافي سير على عليكم الاخوه، ويجي كريا لينا تشينج اوف كاركتر ياك، كريا لينا تشينج اوف كاركتر. فاش غادي نجيو نشوفو تشينج اوف كاركتر فين تكريا، داكشي اللي قلت لكم في الفيديو مع نبيل، ها هي الشمعه ضربت في الاوردر بلوك وهي تغلق حمراء بواحد الريجيكشن قويه. هنايا الشمعه الاخرى شنو دارت؟ تغلقات بوليش. يعني فاش تكون عندنا شمعه بوليش في غالب الاحيان السعر يكون بوليش. السعر شنو دار نورمالمون في هذه الشمعه الحمراء؟ هذه يرجع يضرب لينا اي كري واحد الويك ياك، ويضرب لينا في الاوردر بلوك ديالنا ويطلع. واش فهمتوا؟ ولكن السعر شنو دار؟ السعر علاش دار هاد الشوم وعادو؟ حيتاش ماشي وقت التريد هذيك، يعني في اسيا في الليل، يعني في اسيا سيشن من بعد اسيا سيشن. واش فهمتوا الاخوه؟ يعني من ديك هاد الكونسوليداسيون من ديك 7 د العشيه 6 د العشيه حتى المغرب بين كلش مع في المغرب 4 د السوايع، يعني كاينه الكونسوليداسيون هنايا. اما كون جينا في هاد التريد في لندن دغيا السعر يدير واحد الويك داون ويضرب لينا في الاوردر بلوك وما غاديش يكسر هاد الويك ويكمل كيما هنا مثلا. نعطيكم مثال، نشوفوا شي مثال مزيان، نشوفوا شي مثال في شي قاع مثلا. هنايا اش دار السعر؟ هاد الشمعه تغلقات بوليش ياك بواحد الريجيكشن. الشمعه الاخرى شنو دار؟ دارت واحد الويك داون ويطلع. يعني هاد الويك داون راه ضربات شي اوردر بلوك تما. واش فهمتوا الاخوه؟ فهمتوا؟ نجيو نشوفوا هنايا شي مثال اللي فيه 15 دقيقه احسن. شي مثال اللي فيه انشو دابا فهموا الدراري ما يتربجوش. انشو دابا التريد الاخرى. المهم هنايا صافي دخل التريد، شوفوا فين مشى. راه طار السعر، طار هنايا ضرب لينا فواحد الاوردر بلوك هنا اللي هو هاد الويك هذا، مفهوم؟ صافي هنا راه كاينه شي واحد 12 ولا شي حاجه بحال هكا. المهم غادي نمشيو لديك التريد الاخرى. هاد التريد هادي حطيتها كلشي هو هذاك، ولكن شنو وقع؟ سبريد هو اللي سكلاب 0.001، يعني بواحد شويه وما تاكتيفاتش التريد. ولكن في تريدين فيو داكشي تاكتيفات في الاناليز ديالي كلشي ار داك سبريد. دابا كل بروكر والسبريد ديالو، واش فهمتوا؟ يعني دوك الشركات ديال التمويل تيكون طالع عندهم سبريد واحد شويه، حيت حتى داك السبريد تيربحوا فيه معاكم. واش فهمتوا الاخوه؟ المهم هنايا شنو دار السعر؟ فين كنا حنايا؟ كنا هنايا قلنا دخلنا هنايا. السعر شنو دار؟ جا عاوتاني كريا لينا هنا واحد ليكويديتي. ها هي كريا لينا هنا واحد ليكويديتي بلاتي بهاد مزيان. هاي ليكويديتي هنايا شتو الاخوه؟ كريا لينا واحد ليكويديتي عندنا اوردر بلوك. السعر شنو دار؟ جا حتى لحدا الاوردر بلوك ديالنا، عاود كريا لينا هنا ليكويديتي وهو يطلع ضرب لينا في الاوردر بلوك. فاش ضرب لينا في الاوردر بلوك احترمها ورجع هو يكسرها. شفتوا كيفاش كسرها هنايا؟
كسرها كسر هذا الاوردر بلوك. هذا الاوردر بلوك قويه، ها هي واش قويه هذه ولا ماشي قويه؟ شوف واحد التهويده، شوف شحال الكريات ديال ليكويديتي تحت منها. واش فهمتوا الاخوه كيفاش غادي هذا الشيء؟ يعني فاش تتلكون شي اوردر بلوك وتيمشي سير بزاف بحال هكا وتخلي لك امبالانس ما تيملاش وتكري ليك هاي في هاي. ولكن حنايا هنا راه كنتريدي وفي وسط هاد سميت وكنتريدي. واش فهمتوا الاخوه؟ يعني اي فرصه عطانا السوق كنتريديو فيها. واش فهمتوا؟ مثلا هنايا السوق شنو دار؟ كريانا تشينجو كاركتر، دار لينا هنا واحد الكاسر لهاد لاي، ها هي اوردر بلوك عندي هنايا، ها هي راه جا السعر ضرب فيها وراه هنا غتكون ضربتي التريد ديالك واحد 10 ولا واش فهمتوا، راه 4 السوايع هذيك. المهم قلنا خلى لينا السعر واحد لاي هنا قوي. اشنو دار السعر؟ جا احترمو من بعد هو يكسرو. فاش كسرو اشنو شفت عاوتاني؟ عندي هنايا ليكويديتي، ها هي ليكويديتي عاوتاني تراند لاين او ما ايكول ايكولوز شتيهم دوبل بوتوم. ياك السعر شنو دار؟ احترم الاوردر بلوك من بعد دار واحد البول باك وهو يكسرها، كسرها وشوف التالي فين مشى. ها شتو التالي فين مشى؟ ياك هو يهود، هود كريا لينا واحد ليكويديتي فوق من هذا الاوردر بلوك ما ضربش فيها، باقي انا محافظ على الاوردر بلوك ديالي. وهنايا نقدر نتريدي فوسط هاد الشيء، نقدر نتريدي مثلا هنايا نشوف عندي شي اوردر بلوك، عندي الكاسر هنايا، السعر خرج ليا على المنطقه ديالي، ارجع نتريدي في هاد المنطقه، دار لي عاوتاني كاسر هنايا نتريدي هنايا، هي دخلتي هنايا راه شفتي هاد الموف. واش فهمتوا؟ الا ضرب لك ستوب بلوس مزيان، جبتي واحد الخمسه 80% من الصفقه ولا ياك، عاوتاني هنا راه تقدر تجيب واحد 10 واحد 12 ياك. مشى السعر ضرب لك بريك ايفن راه مزيان، الا مشى السعر معاك واحد كسر لك الهاي الاول من بعد ما دخلتي راه دير ستوب لوس ياك في بريك ايفن، رجع ضرب لك بريك ايفن عادي ايزي عادي. فهمتي؟ يعني تخسر هنا وتربح هنا وتخسر هنا. المهم حنا المهم عندنا هو لفان ديال الشهر تجي تدير في الحساب ديالك ديكا تلقاها اب 20 اب 30، في الاول تلقاها اب 10 اب 5 راه مزيان، شويه بشويه شويه بشويه تطلع الليفل ديالك. فاهمين الاخوه؟ المهم السعر كريا لينا هنا ليكويديتي، كريا لينا هنا ليكويديتي، جات تحت المنطقه كريا لينا ليكويديتي، يعني هذه المنطقه مالها قويه. متفقين معايا؟ نمشيو دابا ل 15 مينوت وغنشوفوا. ها هي المنطقه ديالنا، جا السعر ضرب فيها، اشنو غادي نديروا؟ هادشي الاخوه هاد الشهر دابا واخا نبدا نشرح لكم هكا يمرضكم شويه، ولكن بقوه ما تبداو التدريب وداكشي بقوة ما تتدربوا هادي ديفلوبي وراسكم ما تولوا هما هادوك. مفهوم الاخوه؟ يعني راه داكشي راه بالتدريب، بحال بدا تلعب كره، كره راه خصك تبدا تلعب كره 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 حتى صافي كره تمشي لك مع رجليك تولفها. المهم سير على هادي التريد دخلتي هاكا شرحها لنا، هادي غتجي مزيانه، هادي 15 هادي هو السعر ضرب لينا في الاوردر بلوك ديالنا ياك، هذاك ديال 4 السوايع هذاك. لا هذه 15 دقيقة، هذا ضرب عاد لا هذاك الضرب بلوك الكبير ديال 4 السوايع هذا ضرب صافي. هادشي اللي بغيت تشرح ليهم دابا هذاك الخضر الكبير هو الاوردر بلوك اللي كنا اللي رسم هو في 4 السوايع، عاد غنجيو نشوفوا دابا لونطري في 15 دقيقة. هذا ضرب لينا السعر في 4 السوايع هنايا، ضرب لينا السعر هنايا في 4 ديال السوايع، اوردر بلوك 4 السوايع، نجيو نشوفوا هنا شنو نلقاو. لقاو عندنا واحد تراند لاين ليكويديتي هاو شتو ياك، السعر سويبا ليكويديتي هنايا ياك، ضرب لينا في الاوردر بلوك طبا فيها بواحد شويه ياك، هو يطلع كريا واحد شي نشوف كاركتر تقدر تدخل هنايا، ولكن بلاتي نشوفوا الوقت، الوقت مزيان، هادي وقت مزيان تقدر تدخل هنايا، عندك واحد شي نشوف كاركتر هنا، ها هي عندك واحد الاخر اوردر بلوك، ولكن السعر احترم هنا هادشي نشوف كاركتر شويه ناقصه ولكن مزيانه تقدر تدخل. ولكن انا شخصيا ما دخلتش هنا، علاش؟ حيتاش بيت السعر يدخل مازال شويه في الاوردر بلوك، مفهوم؟ وحتى الا دخلت هنايا وخسرت هاد التريد ماشي مشكل، مفهوم الاخوه؟ يعني راه كما كاين الربح كاين الخساره، ولكن راه تتلعب على الريسك تو ريورد، راه ديما تنعاودها وتنعاودها وتنعاودها، الريسك تو ريورد راه هو كلشي. المهم السعر ضرب ليا طابه فيها بواحد شويه، ما عجبتنيش الطاب هذا ما عجبنيش، مفهوم الاخوه؟ علاش؟ حيتاش بيت السعر ندخل شويه في الاوردر بلوك، اقل حاجه واحد 20% 30% نقدر ندخل، مفهوم؟ وفي غالب الاحيان السعر شنو كيدير؟ كيدخل 20% في الاوردر بلوك، تيكري لك تشينج اوف كاركتر، تدخل انت في هذيك المنطقه، تيزيد يكسر لك تضرب لك ستوب وتعاودي
تيميتي يجي الاوردر بلوك اكثر يدخل فيها 50% تقريبا. مفهوم الاخوه؟ هادشي اللي نشرح لكم الاخوه، والله الا فريمون الا شي حاجه الا عارفه بالله، فهمتوا؟ راه صعيب تلقاو حتى في الكورسات ديال الاجانب، واش فهمتوا الاخوه؟ حاولوا بروفيتيو الماكسيموم. المهم السعر سويبان اللي كويدي تضرب هنايا، طلع دار لينا واحد الكاسر هنايا كيف ما واحد تشوف كاركتر وي وي، تقدر تدخل هنايا، ولكن هذه كما قلت لكم ريسك واحد الشيء، ولكن تدخلها ماشي مشكل. انا ما ديجا وقعوا لي سيناريوهات بحال هكا بقوه ما تتباك تيستي وتتريدي صافي، تتولي جورنالي لي تريد ديال فين تدخل فين ما تدخل جورنالي لي تريد، تتولي تشوف شي حاجه بحال هكا تقول هذه راه ديجا طريت فواحد البلان بحال هذا صافي ما غاديش ندخل. خص تكون عندك بحال هكا واحد التعامل مع النفس ديالك بحال هكا في التريدينغ، ماشي صافي شتي تريد تجهل التريد هذه راه خصني ندخلها والله كيف غتخسر في ديسك. المهم قلت لك السعر شنو دار؟ دار داك الشيء، دار واحد فيك تشوك هنايا ويهود، ولكن هادي تشوك ناقصه شويه طلع ضرب في هذا الاوردر بلوك احترمه ويهود هود زاد. بالنسبه للدراري اللي ما فاهمينش تشينج اوف كاركتر ولا تشوك راه يقلبوا على هادو، راه هادو لي باز قلنا لكم تفرجوا فيهم باش تكونوا فاهمينهم. دونك تشوك البوس وهذا الشيء ديال الليكويديتي الامبالانس خاص تكونوا ديجا عارفينهم، عارفينهم اش كيعنيو باش تكون فهموا هذا الشيء. دونك كمل ابا قولي. المهم هنايا السوق شنو دار؟ السوق جا كريا ديك تشينز، درتي مثلا هنا لونطري ديالك ضرب ليك ستوب، اشنو دار هنايا؟ هنايا سويب الليكويديتي ديال هاد المنطقه، شنو غنتسناو؟ نتسناو السعر يكسر لينا هاد المنطقه، مفهوم؟ يدير لنا واحد تشينج اوف كاركتر، ما دارش لينا تشينج اوف كاركتر هنايا ما غاديش ندخلو، ماشي مشكل. رجع السعر شنو غادي يدير؟ عاود يسويب هاد القاع هذا، سويب هنايا شوفوا واحد الريجيكشن هنايا كيفاش قويه، مفهوم؟ من بعد شنو دار السعر؟ كريا لينا واحد تشينج اوف كاركتر هنا، مفهوم؟ ولكن هنا ما خلاش لينا شي بوان اونطري وهاد لا ما كرياش هنا تشينج اوف كاركتر. علاش؟ علاش ما حيتاش هذا هو بلاتي الاخوه. المهم فاش خلى لينا هاد الهاي هذا، من بعد سويبات ليكويديتي طلع هو يخطف لينا هاد المنطقه هذيك، كريا لينا واحد تشينج اوف كاركتر هنا. هنا شنو غادي نتسنى؟ غادي نتسنى السعر يبويل ديال ليها واحد شويه ديال ليكويديتي باش ندخل في الاوردر بلوك ديالي. اشنو دار السوق؟ جا تال هاد المنطقه احترم هاد الويك هذا ما قدرش يكسرو، وهو يعاود كسر ليا هاد المنطقه، مفهوم؟ هادي كانت اونطري كونفيرماسيون اونطري تشي تشوك ودخل مثلا هنايا، هادي كونفيرماسيون اونطري. ولكن الا هوتي اللي كان زمينوت الخمسة دقائق غتلقى هنا شي اوردر بلوك مزيانه في 5 دقائق، ولا تقدر تلقى ما كايناش عندك اوردر بلوك فيها الامبالانس في كانز مي في 5 دقائق. انت كتدخل لي زونطري ديالك كلهم في 15 دقيقه، ما كتنزلش في 5 دقائق. تنهود ل 5 دقائق توفرات راه مزيان، ما توفراتش راه مزيان. نجيو نشوفو 5 دقائق، نجيو نشوفو 5 دقائق اشنو غادي نلقاو في 5 دقائق. هل لقاو عندنا هنا واحد الاوردر بلوك هي مزيانه هنايا في 5 دقائق، ولكن امتى كناخذ الاوردر بلوك اللي في 5 دقائق انا الا كانت لتحت، مفهوم؟ ما تناخذهاش الا كانت لفوق، حيتاش لاحظت في غالب الاحيان فاش تدخل اوردر بلوك في الفوق. دابا الا هوتي من 15 مينوت ل 5 دقائق وخديتي اوردر بلوك لفوق بس غير ستوب بلوس ديال، في غالب الاحيان تزيد السعر تيضرب تيضرب لك ستوب بلوس، فهمتي؟ يعني الا كانت لتحت مزيانه. هنايا عندنا واحد الويك مزيانه هو كيف ما كتشوفوا. المهم اشنو درب في 15 دقيقه نقولوا حنايا دخلتي، اسمعوا لي الاخوه، دخلتي مثلا هنايا، دخلتي هنايا، ولكن انا هذه ما ندخلش فيها، وهذه تنصحكم ما تدخلوش ديما طب بحال هكا، من الاحسن ما تدخلش. المهم نقولوا دخلتي هنايا ياك، خسرتي هنايا، خسرتي 1%. السعر شنو جا؟ جا سويبان الليكويديتي كريا لك تشينج اوف كاركتر، عاودتي دخلتي هنايا، ولكن هنايا دخل في الويك، عندك هنا امبالانس، ولكن من الاحسن تدخل في الويك هنايا تكون رابح. علاش؟ حيتاش تدخل راه بحال هاد الويك هذا، ما غاديش تدخل انت فهاد الشمعه وتخلي هاد الويك، واش فهمتوا؟ حيتاش الويك حتى هو كيعني امبالانس، مفهوم؟ فاش تشوف شي ويك بحال هكا كتعرف باللي راه هو اللي دار هاد الموف ماشي هاد الشمعه، واش فهمتوا؟ فهمتوا الاخوه؟ حيتاش الويك كتعني واحد الريجيكشن قويه باش يوصل السعر حتى لهنا ويرد من هنا، رجع السعر حتى لهنا وغلق هنا، راه كاينه شي حاجه تما، مفهوم الاخوه؟ تقدر يبان لك ويك بحال هذا بعاد منه كبير بزاف، بعاد
ما تريديش كاع ياك. من بعد شنو دار السعر؟ كريالينا انا واحد هادشي تيجي بالتدريب الاخوه بالتدريب قوه الباك تيستينغ اخص دات باك تيستي تل انا راك تم باك تيستي تل لفان والله الا لفان بالله. المهم السعر شنو دار؟ جا لهاد المنطقه وكري لينا واحد البريك من بعد تشوك كري لينا واحد البريك هنايا مفهوم هاي هاي تشوك نديرو تشوك هاي وهاي البريك مفهوم الاخوه هاي البريك هاي تشوك ديال هنايا تخلف هاد الويك مثلا تاخد فيه 50% ولا يكون ما طاقاش لي كلونطري ديال مزيان تاخذ فويك بحال هذا 50% ياك. السعر شنو دار؟ ما ضربش هنا في الاونطري ديالك من بعد دار لك فليب اونطري ها هي من بعد كريا لك هنا واحد ليكويديتي مزيانه شفتوها الاخوه في هذه الشمعه هذه ناخذ هذه الشمعه هي اللي دارت شوفوا هذه الشمعه واحد امبالانس خلات لينا هنا شفتوها هي وخلات لينا هنا امبالانس ها هي مفهوم. السعر شنو دار؟ جا بويل لنا واحد ليكويديتي فوق من الاوردر بلوك ديالنا باش ما تبويل دات ليكويديتي باش ما مزيان واش فهمتوا الاخوه وتقدر تدخل حتى بلا ما تبويل دات الار هنايا كرجع السعر ندخل انا من هنا صافي. دونك انت حطيتي الاوردر بلوك في الربعه السوايع عاوتاني درتي دابا اوردر بلوك صغير في 15 دقيقه ودخلتي وتقدر عاوتاني في وسط هذا الاوردر بلوك خمس صحاب لوان مينت ولكن راه لوان مينت انا ما كنصحش بها هذيك صعيبه هذيك علاش دابا الناس علاش تختار لوان مينت انا بيل علاش قلع علاش حيت شبيه دخل 60 تريد في النهار يبيع هو هنا ويشري هنا ويبيع ليه بغى يبقى يدخل ويخرج يدخل ديروا جوج ديال اللي تريد في النهار ماكسيموم كاع ويلا ما كاينينش ما تدخلهمش راه ماشي ضروري تريد يوميا. انا دابا راه فهاد السيمانه اللي فات تريد شي 6 اللي تريد ولا 5 وحده ضربات ستوب لوز وحده ضربات ماشي بالضروره تريد يوميا المهم وتدي تريد واعرين رابحين كمل عبد المعين كيفاش دخلتي هنايا؟ هنايا السعر بويل دا ليكويديتي رجع ها هي الاوردر بلوك ديالي حدا السعر جا ضرب في الاوردر بلوك وهو يطلع شتو فين جا فين التيبي ديالي فين هو التريد هادي راه فيها 1.731 فين هو التيبي ديالي ها هو علاش هذا هنايا عندنا ميتيغيشن ياك عندنا هنا ليكويديتي تراند لاين ها هي ديما جوج ديال الحوايج علاش كناخدو جوج ديال الحوايج علاش كناخذو التي بي ديالنا جوج ديال الحوايج عندنا اما اوردر بلوك مخليه لينا كلين امبالانس اما ليكويديتي شي ايكو هايس شي بلاصه ولا شي ايكو لوس نقدروا ناخذوهم مفهوم حيت السعر فاش يخلي شي ليكويديتي 90% تطلع تي سويبي المهم هنا السعر خلى لينا الامبالانس ديالنا نقيه ياك خلى لينا واحد كلين اوردر بلوك ها هي السعر شنو دار جا ضرب في الاوردر بلوك وي وي هود هنا خبر شتو كيفاش هود خبر هو اللي هود بالسعر اما السوق كامل وهادشي كامل اللي اناليزينا تيقول لنا باللي السوق راه طالع ولكن البنوك فاش تيبغيو يكسروا شي منطقه تيكسروها بهاد الاخبار تتكون شي منطقه قويه تيكسروها بالاخبار مفهوم الاخوه حيت البنوك دابا باش تفهموا البلان كيفاش داير ديال السمارت ماني كونسيبت دابا السعر شنو كيدير مثلا هنايا السعر شنو دار هنايا واحد الكاسر ياك الا جينا ربعه السوايع لقاو شي كاسر المهم مزيان ياك دار واحد الكاسر بويلد ليكويديتي ياك هود لهنايا دار لينا واحد تشينج اوف كاركتر في الاوردر بلوك ديالنا ياك هنايا هما البونوك راه داخلين هنايا هما اللي طلعوا للسوق لهاد المنطقه بغاو يطلعوا السوق لهاد المنطقه باش يبيعوا فاش دابا هما فاش طالعين هنايا هما راه في الدراو داون في التريد ديالهم واش فهمتوا البلان يعني هما في الدراو داون ديما فاش تكون عندك شي ليكويديتي ديال هنا بحال هكا والسوق هابط عارف باللي ديك ليكويديتي خصها تسويبا وعندنا اوردر بلوك ولكن خصك تعرف الاتجاه مزيان ديما فاش تكون عندك ليكويديتي بحال هكا عارف باللي هذيك ليكويديتي راه الا السعر تحت منها عارف باللي البنوك راه في الدراو داون مفهوم يعني وحاطين الاوردر ديالهم هنا بحال ناسي ليميت هنايا السعر يطلع لديك المنطقه فف يطير واش فهمتوا البلان كيفاش داير البلان مثلا نطلقوا لهم لي كومونتير باش الى شي واحد فهم شي لعيبه هنا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الاناليز وتكونوا فهمتوا المهم الدراري الكومونتير راه مطلوقين
غنشوف نيت عبد الرزاق راه كان جامع شي اسئله. شنو داير عبد الرزاق؟ المهم الدراري الا ما فهمتوش اللعيبه راه عبد المنعم شرح لكم كل شيء، وراه شرح لكم كل شيء حتى في الفيديو، ذاك الفيديو اللي درت ليه عبد المنعم راه فيه كل شيء مشروح، ولاصير عنده راه هادشي كامل مشروح في لاصير عنده. يعني الا ما فهمتوش شي حاجه دخلوا لاصير غتلقاو كل شيء مشروح، كل شيء مشروح على الاخوه اللي ما بغاش. السلام عليكم. السي نبيل. السلام عليكم سي عبد الرزاق. لاباس عليك الدراري اللي ما فهمش شي لعيبه يسول. انا كنت في الفورماسيون ديال واحد الا غير خرجت. شنو الاسئله اللي عندكم؟ جمعتي شي سؤال ولا والو عبد الرزاق؟ قلت لي ويلا كان عندك شي اسئله شتيهم. المهم كاين اسئله، كاين اسئله، شوفوا الاسئله بعدا ديال الدراري ونسول سي عبد المنعم. بخير صافا بخير الله يحفظك، كلشي مزيان انت صاماش تبارك الله عليك اخويا الله يحفظك. شكرا. بالنسبه للريسك ريورد ديالك سي عبد المنعم كيفاش دير ليه؟ واحد الخمسه اقل حاجه بلاتي غير بالنسبه للريسك مانجمنت. كيفاش دير الريسك مانجمنت ديالك عبد المنعم؟ ها الريسك مانجمنت ديالك كيفاش كتحسبو؟ كيفاش كدير؟ اني جايه سي نبيل دغيا نمشي نجيبها شي كلاص راه هاد الايفون راه تيسير. سي نبيل لاباس عليك؟ رزاق خير هانيا الدراري راه غيكون لايف مسيفي حتى اللي ما حضرش راه غيشوفو. شنو الاسئله ديالكم؟ هاتي الاسئله تيطيرو ما قديت كاع نشد شي سؤال. كي داز السيمانة عندك أودي سي عبد الرزاق؟ الحمد لله مستورة ياك الحمد لله. يوتيوب شوف لبان لك شي سؤال. والله ما شفت شي حاجة في هاد الأسئلة يعني. شي سؤال الدراري اللي عنده شي سؤال ولا شي لعيبة معاكم عبد المنعم وعبد الرزاق راه سولوهم غيجاوبوكم على أي حاجة. مرحبا بسيمو، مرحبا. سؤال ناضي وفينا هو السؤال. ما عرفتوش انا نقلب عليه ما شفتوش. كلشي تيسلمها على السي عبد الرزاق. دابا بغينا شي اسئله للدراري ما عندهم لايف معاكم ما انتم سولوهم. الله يحفظكم الشباب. تنراه شراف تنراه. عبد المنعم الرجاع. اني مبكر خوت مرحبا. قلت لك سير داري ريسك مانجمنت ديالك كيفاش تدير دابا غير بلاتي غتجاوبنا السي عبد المنعم بالنسبه للحساب الشخصي اللي فيه الفلوس ديالك ولا وريسك ريورد ديال الحساب المول؟ غندوي على ريسك ريورد ندوي حتى على المانجمنت ريسك تاعي. راقي مرحبا ديال دابا اي دابا اي الحساب ديالي الشخصي تنريسكي فيه 1% من الكابيتال ياك. واي تريد كندخلها 1% في النهار في الشهر في التريد كونيكسيون تتقطع واش عندي 1% ديالها لا تسمع صوتك مزيان؟ لا 1% ديال التريد ولا 1% ديال الكابيتال؟ باش نتفاهموا دابا الريسك تو ريورد. لا دابا فاش تنهضر انا على لي تريد وحده، يعني واحد تريد غادي ندخلها غنريسكي فيها 1% من الكابيتال في الحساب بيرسونال اكونت، واش فهمتوا؟ وفي فونديت اكونت غنريسكي 0.5. ولا كانت تريد ناقصه، الا كانت لي بروبابيليتي ديال التريد كيبان ليا الشارت ماشي هو هذاك ما عجبانيش التريد مزيان، غنريسكي فيها 0.2 اونص. مفهوم 0.25 زعما فهمتوا؟ بلا بالنسبه للحساب الممول من تتحسب يعني الريسك ديالك من الكابيتال عموما ولا من الضروره اللي عطيتك؟ من الكابيتال كامله من مثلا 100 كا تريسكي فيها
تاريسكي فيها 0.5، مفهوم؟ يعني ولكن في الحساب تاعي تاريسكي 1%. علاش؟ حيت 0.5 تاعي راه قاصحه شويه على الفونديت اكونت، واش فهمت؟ راه تقدر يا ربي السلامه بعد الخطره تيجيك واحد المهم تيوقع لك شي بلان، ماشي هو هذاك، تغير وتدخل جوج ديال الليتري تتسخ. ولكن اهم حاجه شنو هو؟ وانا داير في النهار ديالي في الفونديت اكونت ما خصنيش نخسر واحد دونس من الكابيتال، فهمتوا البلان؟ يعني واحد ونص الا قطع ليا صافي، راه انا راه خصني نحبس هذاك النهار. واحد ونص يعني الا عندك كونت ديال 100 كا هي هي مليون ونص، $1500 $1500. $1500 ولكن الا كان درو داون ديالك مثلا في لي كونت ديال 100 كا معروف الدرو داون ديليروس ماشي درو داون هو $2500 في النهار، بالتالي راه لا فسميتو هو $5000 100 اوكي غتعطيهم مثال بشركه اخرى بحال 50 كا هو 2500. بالنسبه للبيرسونيل اش من بروكر معاش كتخدم؟ انا كنخدم مع اي سي ماركت وكنخدم مع الدومينيون ماركت. هو قالوا لكم سؤال اخر، قال لك شحال نسبه النجاح ديال الصفقات اللي كتدخل بالسمارت ماني كونسيبت؟ نسبه النجاح تنجح ما بين 50% حتى 60%، بعد الخطرات 40% كل شهر. كيفاش بعد الخطرات؟ على حساب باش ما كونترولي تراسي مزيان باش ما كنجيب 50%. سي عبد المنعم، اشنو هما لي زانديكاتور اخرين اللي تتكون في بلاتي؟ واحد القضيه باش الدراري يسمعوا، هذه القضيه ديال 50% راه هنا عنده الريسك تو ريورد راه طالع، يعني راه الا خسر واحد كيربح خمسه سبعه، هادشي كتربح انت يا عبد المنعم. يعني انه الا خسر واحد كيربح التريد اللي نجح ليه راه كيربح سبعه المرات هذاك التريد اللي خسر، يعني تكون عندك واحد خمسه واحد سبعه، يعني يقدر يخسر نهار يومين كاع متابعين وهو تيخسر، ولكن النهار الثالث تيخرج رابح في هذيك السيمانه. دونك نقدر نخسر مثلا التريد اللي تيدير، نقدر نخسر مثلا سيمانه كامله نخسر فيها واحد 4 ليتري، يعني سيمانه كامله تريديت فيها 4 ليتري ديال الخوت، واش فهمت؟ راه ماشي تندخل تنبدا نتريدي من الصباح حتى الليل وداك الشيء، راه ما كاينش، راه تنتريدي. لا هادشي خاص يفهموا الدراري، هو التريدين ماشي هو تبقى تدخل كل يوميا، خاصك تريدي دخل في السيت اب اللي بان لك انت غيربحك، صافي بانت لك الاوردر بلوك نقيه دخل فيها، ما بانتش لك عطيت اتساع للشارت وسير خدم في شي حاجه اخرى. بس عبد المنعم، ما عندكش حاجه سميتها الاوفر تريدين؟ لا ما عنديش. اوكي، ما عنديش الاوفر تريدين والاوفر ريسكين والاوفر لافريجين، الثلاثه الحوايج هادو الا حيدتيهم تولي هو هذاك في البسيكولوجي ديالك والمايند سيت ديالك، حتى هي تتقاد تولي واخد راحتك في الشارت، واش فهمتوا الاخوه في التريدينغ ديالكم؟ انا تنصح الاخوان كنقول لهم بلاص انكم تدخلوا في شي تريد وتحصلوا فيها ساعه ساعتين 3 سوايع 4 سوايع نهار، حصلوا خارج الشرط، يعني ما تدخلش كاع فري تلقى الخوف، يعني تبقى حاصل وانت برا ماشي الا كنتي حاصل وانت لداخل. بصح بصح متفق معاك. انا ما تنفضلش، شوفوا الاخوان تنصح بواحد الحاجه ديروها تشوفوا مزيان التريدين ديالكم، هي 3 ديال السوايع في النهار ما تفوتوهاش في الشهر، حيتاش دابا راه شحال من واحد كيجي مبتدئ بهذه العقليه هذه ديال تيسحابو، واش دوك تيشوف مثلا ديك الموف ديال السي بي اي وبزاف اصاحبي، هادشي شحال من واحد كيجي تيدوي على لينيوس، تيقول لك لينيوس، الدراري نيت اللي دخلوا معايا الكورس تيقولوا لي لينيوس لينيوس لين او دي ديكم راه لينيوس، راه غادي يخرجوا عليكم ويفرقعوا لكم الحساب. راه هادشي دابا تنقول الدراري تنقول لهم راه لينيوز ما خاصكش تريدي فيهم وانت عندك كونت في ديلي لوس ولا عندك دراو داون صغير، ما تريديش في النيوز كاع، عطيهم اتساع. دابا هذوك النصابه تينصبوا عليكم ما عندهمش ما يشرحوا لكم، كيشرحوا لكم لينيوز لينيوز راه تخربيقه ما تريديوش فيها. سير تعرف تتعرف دابا انا نعطيكم مثال، عندك مع الوحده ونص غتخرج نيوز، الوحده و25 ال21 سد كاع لي بوزيسيون ديالك وطفي البيسي وسير تسركل مع راسك، اللي كيقول لك فيديو ويقول عليك فونداسيون طال وكذا وهادشي، انا نعطيكم يدي لك فلوسك وغاتمشي معاكم غادي تتعلم التوزع. انا نقولها لك دابا بصح، اغلبيه ديال هاد لي تريدر اللي كاينين دابا واللي كيتحرقوا لهم لي كونت اللي كيمشيو لهم خرجوا عليهم لي نيوز، لذلك الدراري حاولوا تعطيو اتساع لي نيوز، عندكم دي كونت صغار، انت ماشي عندك كونت فيه 100 كا ديال بصح وغتسنى انه يرجع عليك السوق بواحد 50 كا 20 كا ويعاود يهبط، انت راه عندك $2500 خاص ليك مشى ليك الكونت، وفي النهايه
واخا تكون داير ستوب بروس راه ما كيتشدش ليك، كيطلاقا النينجا ترايدر حتى في اه تيكون الان تي فور فليبات كيطرا بروكر مشاكل في وسبريت الدايري في تيكون ستوب بروس طالع. لي بروكر كاملين. يعني اللي جا قال لكم اجي نشرح لكم فوندامونتال، قول ليه خليوهم عندكم ما بغيناهمش. والاغلبيه ديال النصاب راه كيشرحوا لي فوندامونتال باش يبقى عليك انت يا حق جي دي بي اللي حق غيخرج مع شنو الفيدرالي مع شكون غير لا باول غيخطب، وداك الشيء ما لايق لكم انت والسنتوم اعتبر والله انت. اه اسمعوا الاخوه، امتى دي تريداو النيوز؟ انا نعطيكم امتى كي تريداو النيوز. النيوز كي تريداو من بعد ما كيخرجوا، من بعد ما كيخرج النيوز وانت تكون اناليزي الشارت مزيان، ومثلا نيوز خرجوا بوزيتيف على الدولار مثلا تقدر تبيع الجولد، ولكن انت تتسناه يغلق عليك شي منطقه مزيانه ياك، ولا مثلا انت تريد سبورت وريزيستانس بحال هكا تتسناه يغلق لك في شي منطقه مزيانه وكتبيع. واش فهمتوا الاخوه؟ هكا دي تريداو النيوز. انا شفت الناس كتريدي النيوز بهذه الطريقه وهاربين، ولكن باش تريدي النيوز في الوقت ديالها راه تتخربق. انا لا كتخربق، هو انت داخل اخر ديري نص مره غيور بنت اخر مرسلة مره تيخسر هاد التريد تيبدا تيقفقف، وانت زايدها بلي نيوز من شكون انت بالسلامه باش تدخل في لي نيوز اصلا؟ ما انت بانكا، ما انت عندك كونت فيه واحد المليون في الدولار، شكون انت داخل صح. ب 2500 دولار؟ راه تيضحكوا عليكم بهذوك لي نيوز. دابا شنو تيطرا فورماسيون ما فيهاش الكونتوني كيعمروا لكم لي فيديو في ديك الفورماسيون بالنيوز. ها هو باول خاص تعرف هذا الفيدرالي فوقاش يخرج هذه البورسونتاج كذا، تخربيق هذاك الشيء تيعمروا لكم به الراس. انا نقولها لكم من دابا ما غادي تستافدوا حتى والسلامه هذاك الشيء. بعض المرات لي نيوز تيكون الناس قضوا الغرض قبل ما تخرج النيوز. لا قبل النيوز شي انت ثلاثة ضربك، عاد انت ضربك تران مثلا، النيوز غتخرج مع الوحده ونص، راه الوحده ولا 12 ونص ضربك انت تران. الناس قضات غرض مشات حالها. وعاد عاوتاني واحد القضيه، فاش تعرفوا النيوز غتخرج عطيو اتساع. اهم حاجه في النيوز تعرفوها، عرفوا الوقيته اللي غتخرج فيها النيوز وعطي المارشي. هذا الشيء اللي علاش لايقه النيوز هذاك الفوندامونتال كامل. تعرف الوقيته فين تخرج النيوز، سد داك البيستي وحيد لي بوزيسيون ديالك وسير في حالك تشرب شي قهوه قتال شي ورجع تريدي مع راسك. هذا الشيء اللي انت لايقين دوك لي فوندا داك 20 فيديو ديال الفوندامونتال لايقه باش ما اه تدخلش فيهم. صافي هذا الشيء اللي كاين. اه دابا شوف مثلا هنايا، شوفوا هنايا السوق شنو ده. دابا هذا نيوز ياك، هذا نيوز مثلا دخلتي انت هنايا، دخلتي هنايا درتي هنايا باي، درتي باي هنا مثلا سليبرز اكتيفها لك التريد. انت قلتي النيوز راه يمشيو معاك بوزيتيف ياك، شوف السوق شحال مشى، شوف السوق شحال مشى من هذه المنطقة لهنا. حرام قلت لك الكونت تما مشى لك اه الكونت هذاك بعدا، مشى لك عشرة الفلوس والكابيتال والكونت ما الشهر طلعت قبل بيرو هذاك الشهر. 100 بيب هذه راه شاري هذيك كنت الشمعة راه تقبات ليكرون هذيك، ماشي شمعة. يقول لك بنادم دخل في النيوز غادي تدخل. اه عرفت شنو هو الغلط؟ الغلط هو بنادم شنو تيبغي، تيبي ياخذ اي فرصه في السوق. مثلا هاد الشمعه هو خصو يكون فيها، خصو يدخل فيها اي دابا فرصه. حنا حطك داخل عبد المؤمن، عبد المؤمن وي تنقول لك عبد المؤمن ما علاش جاني حالي الجوع حالي كنفكر واحد حالي خينا تيبيع الماكله. وي قول لي وي شوف واحد البلان دابا الدراري تيسولوا شنو دابا اوردر بلوك، عطينا غير بخلاصه شنو هما الحوايج اللي خاصهم يكونوا باش يكون اوردر بلوك صحيح 100%. الاوردر بلوك خصو يكون داير واحد الكاسر اول حاجه، ثاني حاجه داير واحد الامبالانس اللي تكون نقيه، واخا ما تكونش نقيه ماشي مشكل، المهم امبالانس ياك. ثالث حاجه خصو يكون سويبي ليكويديتي ياك، يكون سويباشي ليكويديتي قبل. رابع حاجه خصو يكون مخلي ليك الليكويديتي، يعني كما وريتكم تراند لاين ليكويديتي دوبل توب دوبل بوتوم، يعني ضروري تكون واحد الليكويديتي فوق من الاوردر بلوك، مفهوم؟ يعني هادو هما الحوايج اللي ضروريين خصهم يكونوا في الاوردر بلوك. فهمتوا الدراري ولا خاصكم شي لعيبه اخرى ما فهمتوهاش؟ ولا سولتك على ريسك ريورد بالنسبه للحسابات المموله، حيت انا تيجيني اذا ما تيجينيش لوجيك نحسب الكابيتال هو هذاك الرقم اللي عاطيني في الكونت، تحسب لنا الكابيتال هو درو داون اللي عاطيني في راه داكشي هذاك هو الكابيتال، راه هو اصلا داكشي اللي الليفريج قلتها لهم، غتشد قلتها لهم الليفريج، غتشد الليفريج وتضربه في هذاك الدليل واش غيعطيك الكابيتال اللي عاطيني تكري دي بي. قلتها لهم قبيله. ولكن شنو هو البلان؟ انا اعطيكم انا احسن استراتيجيه اخوتي اللي كيتفرجوا
اعطيكم احسن استراتيجي ديال الفونديت اكونت. واش فهمتوا احسن استراتيجي هي هذه؟ وهاد الاستراتيجي انا شخصيا نخدم بها ومزيانه. المهم دابا غنجيو نشوفوا هنايا شنو عندنا. عندنا حساب مثلا ديال 100 كا. هو هنايا عندنا حساب ديال 100 كا. عندنا هاد الحساب هذا ديال 100 كا. مثلا الا دخلنا كنتريديو نشحنا في تشالنج درنا كلشي. مثلا انا بعدا الا ندوز تشالنج على الاخوه الريسكي 1% من الكابيتال باش تنحاول نزرب عليه. واش فهمت؟ ولكن ما كان الا كنتي داخل تشالنج وهذوك الفلوس هما اللي عندك ريسكي 0.5 احسن. مفهوم؟ ولكن الا كانوا عندك فلوس وحيتاش فاش توصل زعما واحد الليفل هكا مزيان وداكشي ما غاديش تبقى تتسوق يكون عندك فلوس مثلا تحط واحد 5 كا ولا 3 كا تتقول هذه غادي ندخل على دوك لي تشالنج ونشوف شنو هادي. واش يعني ضروري دوك ديك 5 كا تجيب فيها واحد 4 ولا تخسر شي جوج كاع الا تتريسكي 1% و زعما ما مشيتيش مزيان يعني لعب عليك بسيكولوجي شي نهار ولا خسرتي شي تري دخلتي جوج خسرتيهم يعني. اما الديلي دراو داون الا خسرتي هذا انت راه تتخربق. الا خسرتي الديلي دراو داون راك عارف راسك راه ما مكونتروليش راسك نهائيا. مفهوم الاخوه؟ يا ولكن بعد الخطرات سمارت ماني كونسيبت تيجيك واحد لوزين ستريك. مفهوم الاخوه؟ يقدر يجيك واحد لوزين ستريك وداك لوزين ستريك يقدر يهرسك شويه مي ماشي مشكل. المهم جبتي هذا الحساب هذا فاش تجيب هذا الحساب تتريسكي فيه 0.5 شحال خصنا نجيبو من هذا الحساب؟ شحال خصنا نجيبو؟ 10% الهدف ديالنا 10%. الا جبتي 10% راه دي جولدن 10% هادي راه جبتيها راك كاين. فهمتي الريسبكت؟ المهم جبتي 10% من الحساب ديرو هكا بلس 10%. 10% راه هي قولوا تاخذ فيها تاخذ 80% وياخذوا لكم المهم 75% 80%. المهم على حسب الشهر الاول في ماي فوركس فان تاعته 75 الشهر الثاني 80 الشهر الثالث 85. المهم قولوا 8% 10% خرجتي منها $8,000. $8,000 شنو كدير بها؟ تتهز منها لي شارج ديال كونيكسيون هادي دوق شويه د الفلوس فهمتي دوق شويه د الفلوس من تريدينغ هادي مزيانه تخسر على راسك شويه وتتشد واحد $6,000 تتشيط ليك ديك $6,000 اشنو كدير ليها؟ تتحيد منها النص اللي هو شحال اللي هو 3 كا و3 كا تتمشي تلوحها في واحد لاكونت ديالك ماشي ديال تريدينغ اكونت ديالك باش 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 مثلا الى الله بادي تقدر تلوح ديك 3 كا في اكونت ديال التريدينغ ديالك بيرسونال اكونت وتلينكي مع داك سوشيال تريدينغ باش تبدا تريدي اوتوماتيك ودير لي واحد الريسك تريسكي مثلا في التريد واحد 0.0 تريسكي 2% من الكابيتال ديالك في البيرسونال اكونت 2% مزيانه في حساب صغير تكبروا دغيا شويه ولكن انت تكون عارف شنو كدير. المهم 8000 هادي قلنا حيدتي منها جوج خسرتيها على راسك شاطليك. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي عبد المنعم تبارك الله عليك اخي مزيان اللايف كان ناضي تبارك الله عليك. مرحبا سير كمل عبد المنعم قلت لك كمل اخي عبد المنعم ديك 3000 ديك 3000 دولار شنو كدير ليها؟ $3,000 كتشدها كتخليها لي تشالنج هذيك جايبها لك 6 ديال لي تشالنج تاع 100 كا ولا 3 ديال 200 كا. مفهوم الاخوه؟ يعني ديك 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 6 كا الا خسرت هاد التشالنج هذا غتمشي بعدا عندك هاد التشالنج غتحيد واحد 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 تشالنج من هذوك الفلوس تعاود تزيد وتدوز التشالنج ديالو وتزيدو مع هاد الحساب هذا وديك الساعه دوك الفلوس الاخرين الا جاب الله خسرتي هاد التشالنج هذا شي نهار راه مشى راه عندك انت ديجا حط السكور ديالك. واش فهمتوا الاخوه؟ ضروري غتخسر تشالنج ما يمكنش تبقى محافظ على تشالنج. كيفاش كندير عاوتاني انا ضروري تحرك لي تشالنج وتعاودهم ضروري داكشي عادي الواحد يتقبل انه غير داس وغيحرقوا راه عادي عادي يا صاحبي عادي. راه كاين اللي كيكون ناجح داس ما تعرفش السكيلين سيستم ديال الكونترا كيحرق داس. هاد القضيه ديال انك تحرك تشالنج راه عاديه الدراري. انا بون مؤخرا جوج واحد جوج سيمانات كانوا دازوا عندي مؤخرا كانت بيرفورمانس ديالي كان طايحه بزاف
وسبب هذيك البرفورمانس اللي كان طايح بزاف جاني اللوزين ستريت، يعني بقى اللوزين ستريت بقى كيجيني تريد مورا تريد كنخسر فهمتي، وطحت في واحد الدام، هذيك الدام خلاتني نحرق واحد تشالنج، ماشي حاجه عاديه يعني، ماشي شي لعيبه اللي زعما كاين شي واحد خصو صافي يفليكسب ما لانه كاينش ما كتحرقش في تحرك تشالنج بالجاج ولا شي ولا شي حاجه حاجه، عادي راك صافي راك ما تقدرش توصل عادي. اه كاين اللي منين كي ثلاثه ديال لي تشالنج مجموعين ديال 100 كا وخسرهم كاملين في دقه وعادي. واش فهمتوا الاخوه؟ لا انا مؤخرا كنت داخل في جوج لي تشالنج تقافله، وكانت كان التارجيت هو 6000 دولار وجايه ب 4000 دولار في دخله واحده، ما انتبهتش غير انني تنتريدي في وقت الاخبار. واخا ديال ستوب لوز ضربات ستوب لوز و سليبان صح، اه وتحرقوا دقه واحده بجوج، بقيتي واقفه نشوف مشاو مشاو. ان شاء الله انت الدنيا كل نهار تزول. كنتي بارطاجيتي يا عبد المنعم، كنتي بارطاجيتي خرجتي فلوس من شكون هذيك الشركه اللي قلتي لهم ذوقوا الفلوس ديال التريدين؟ دومينيو ماركت، دومينيو ماركت ديال رجا بانكس واقع ياك. ديال رجا بانكس. يس مزيان، رجا بانكس داك السيد بعدا كاين، ما كاينش اللي ما استفدتش منه اخي، تعلمت منه بزاف. هذاك هو لا تعلمت منه تعلمت بزاف يا اخي، وراني التريدينغ من الاخر. هذاك كنتي تعلمت ديري منه في الفوركس هما؟ البدايه ديالي، تعلمت منه بزاف ديال الامور. ما كاينش شي واحد ما تعلمش منه في العالم، كلشي تحتاره. راه كاينه حتى الفورماسيون ديالو الدراري، راه كاينه في ذاك التليجرام اللي بارطاجيت ذاك النهار، راه الفورماسيون كاينه تما فابور ديال رجا بانكس ولامبو راول وكاع هادوك كاملين. كلشي وقال لي ما بالنسبه عندوش للشركه فلوس ديال الفورماسيون التمويل، راه كاينه عنده. الشركه ما تمشي ديال التمويل خسر تيديروا فوركس، شنو تيديروا بالضبط؟ فاس زعما رجا بانكس كيتريديو. شكون عندهم لا شركه هما بحال ما لا يفوركس، رجا عندهم هما بانك هو بروكر ديالهم زعما. رجا لا بانك عنده بروكر ديالو، هو تريدر، كان تيدير لايف ستريم ياك، تيتريدي في اليوتيوب، راه عنده شين في اليوتيوب تيتريدي يوميا. تعرفو تنتفرج فيه ديك الساعه من بعد شنو دار؟ من بعد كان دار مينطور، المهم هو كانوا مجموعين هو اونكل تيد وشي وحدين كانوا مجموعين، هو كوتش هذاك اونكل تيد فهمتي. من بعد كانوا مجموعين كاينين فيهم بزاف ديال لي تريدر، المهم شي سته ولا كان كاين داك كيرفين كاينين، المهم شي تريدرز واعرين. المهم من بعد ديك الساعه هو فاش صافي كريا واحد الاودينس وداك الشيء، هو يخرج واحد الكورس ديالو ديال لي 500 دولار ديال كيما ديال سكالبينغ. من بعد هو يكري البروكر ديالو، واونكل تيد قبل منه هو كان مكري البروكر ديالو فهمتي، سميتو تريدرز دومين فهمتي، وتانسبيرا من المينتور ديالو هو يكري هو البروكر ديالو فسميتو باكستان. صافي داير فيه الدايله بيتخلص الفلوس ديال باكستان يعني. كله عادي. وانا دخلت هو اصلا البروكر ديالو على قريت عليهم انا كيدوزوا لك البيمون بالزربه ما فيهمش داك التباكي. البروكر ديالو علاش عجبني؟ واحد الخطره وقع واحد المشكل فهمتي في البروكر، وقع بزاف ديال لي بلاتفورم فهمتي، حتى في اي سي ماركت وقع فيها، وقع في بزاف ديال بلاتفورم داك البروكر. كان واحد الخبر المهم قوي، وقع واحد السليباج اللي عار بزاف. صافي هو يعوض هذوك الناس اللي خسروا، واش فهمتي البلان؟ عوضهم في الفلوس تاعهم، اي واحد خسر شي حاجه عطى ليه فلوسه وهذا الشيء زعما. وفاش المهم فاش تدير السحب قل من النار، واش فهمتي؟ تيوصلوك فلوسك. تنسحب انا حتى انا شي القضيه. رجا بانكس، منو تاسبيريت في اللايف تريدين اللي كندير في الانستغرام؟ لا انا تاسبيريت من عنده. فاش بديت، فاش طحت علي اول مره الفكره ديال اللايف تريدين في الانستغرام، كانت الانسبيراسيون من عند رجا بانكس. لا دي اصلا ما هي داك السيد، كيرجع عليه الفضل بزاف ديال الحوايج صراحه. والله كيفاش يبان لكم، التريدين في المغرب؟ كيبان لينا هو خص فهمتي. دابا حنايا حنا دابا اللي خارجين زعما تنهضروا وهادي وبينا زعما، حنا خصنا نبينوا لبنان فهمتي، يعني ان شاء الله خص نبينوا واحد اللي باللي هار، واش فهمتي؟ يعني خصنا حنا بعدا نهربوا. وديك الساعه خوتنا راه معانا، الا هربنا حنا راه يهربوا، ما هربناش حنا حتى واحد ما يهرب. واش فهمتوا الاخوه؟ خصنا نحاولوا فهمتي. بصراحة لنا شنو هي نهربوا، قول لي شنو هي نهربوا بعدا، قول لي شنو هي نهربوا بعدا. ما فهمتش، يطلع لك الليفل ديال 100 كاس نطلعوا النيفو فهمتي، نطلعوا النيفو ديالو ان شاء الله. ان شاء الله الصراحه والله فاش تنتفرج في الفيديوهات ديال الاخوه وهادي المغاربه انتوما واخوه اللي لايف وهادي، والله الا بصح الا زعما كاين النيفو ديال بصح
واش فهمتوا الاخوه؟ راه هاد الناس هادو راه مبارطاجين معاكم كل شيء. غير طالقينها غير طالقينها مسكين. اتفق معك اخي عبد المنعم، غير طالقينها مؤخرا ولا راه لا شتي شتي واخا اسمح لي قاطعتك، شتي واخا ما توريش ما ديرش فيديو في اليوتيوب ولا دير شي حاجه بحال هكا، راه من الهضره راه باش تقول لبنان ما صاحبي راه خص كونترولي البسيكولوجي ديالك وخص ستريس كيقدا وقدا، راه صافي راه قلتي ليه كلشي. حيتاش بنادم تيسحاب واش استراتيجي ولا الشارط هو اللي غادي يردو تريدرز تريدر بروفيسيونيل فهمتي، ولكن راه ماشي هو مانجمنت هو كل الدراري راه التليجرام راه هو مبيني تمايا اللي بغاه راه هو كاين تما راه لاحو شي دري تما. جاني واحد زنوع التعليق اليوم بزاف ديال وعجبني هذاك التعليق تاع واحد الشاب صيفطوا ليا في ميساج قال لي بزاف ديال الزباب تيهربوا ملي تيفشلوا تيقولوا راه النفسيه وكذا وراه رايحين كانت النفسيه ذاك النهار ولا، وفي حين يعني المشكل هو انه ما مشاش يتعلم مزيان، فراه كاين المشكل ديال التعلم، كاين الناس ما بغاش تتعلم وبغات تحقق مراحل مباشره، فتقدر يجيو شي نهار ويطيحوا في شي هذا هو المشكل يعني بشرط غادي يشد شي طريق. شوف دابا غير اسمح لي قطعتك بحال دابا السمارت ماني كونسيبت هو دابا شوف عبد المنعم من قبيله ساعه هو تشرح لهم كيفاش انك تدوز من ربعه السوايع ل 15 دقيقه، كيفاش تلقى الليكويديتي، كيفاش تلقى الامبالانس، كيف هادشي كله باش تلقى دخله مزيانه. الدراري شكون ديرو كيمشيو نيشا ل 15 ولا 5 دقائق كيرسم اوردر بلوك كيقول لك هذا هو الاوردر بلوك اللي غندخل فيه وصافي مشاو ليك الرسوم. دابا انا بالضبط بغيت انا حيت فعلا كاين مشكل المايند سيت وكاين مشكل النفسيه وكاين المشكل ديال اننا ما بغيناش نمشيو نتعلموا. راه انا شخصيا دابا واحد الوقيته وقفت على التعلم وما باقيش نطق وصافي انا حكمتها، ولكن الواقع هو اللي خصني نمشي نتعلم. لا ما عندك شوف ما عندك كتريدي ما عندك كتعلم ديما كيقول الله ما تستاذ شوف ما كاينش شي واحد معلم في هذا المجال ديما تبقى التريدي ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك انا باقي كتعلم وما كاينش شي واحد غير في الملعب تقدر كتشوف شحال هذه كنت كنتبع واحد السيد سميتو مارك ولكن دخلنا ما معروفش بزاف، هو بريطاني ممكن ما معروفش بزاف يعني ما عندوش معليش الدخ اعلامي بحال راجا بانكس لامبوراول الى اخره. كان كيقول واحد المقوله كيقول لهم بي هامبلد اول ذا ماركت ويل هامبل يو، ديما كون متواضع ولا المارشي غادي يوقع بالزمان. يعني ديما خصك تكون ستودنت في المارشي، ديما كون ستودنت في المارشي وحني راس المارشي، حيت الا مشيتي حتى هذيك اللقطه اللي كتدخل في الايكو كتقول انا صافي ماستر تريدين وكذا وكتبدا تقسم لي راسك الالقاب، ها انا هو هذا فلان ها انا فلان فهمتي صافي كطيح فواحد السيتياسيون في المارشي غادي يجي وغادي يحط غادي كما نقولوا يحدد لك السرعه فهمتي، غادي يخليك بلاصتك يرجعك لبلاصتك. هادشي علاش الدراري ديما انا اليومين هذا مازال كل نهار كنتعلم وانا ديما غنبقى تلميذ في المارشي. I'm gonna always be a student at the market. صح كان قال لي واحد السيد مع الشركه ديال التمويل في اتصالات تي في قال لي واش انت نزك مربيه في داركم بالطريقة باش نوريك انت ريتي. قال لي واش بربي؟ قال لك ولينا نشوفوك غير تضربوا في شي قرارات يخرجوا زعما ما يمكنش، وهذا مشكل كي قلتي انت تيجي من بعد ملي تيطلع لك شويه الايغو تقول راه صافي انا هو با ولا صافي انا عرفت المارشي فين غادي. ضروري الانسان ما يبقاش يسبها غير في النفسيه ويقول لا راه النفسيه مات النفسيه وكذا، خصو يرجع للاصل راه خصو يمشي يجلس يتعلم. تعلم ديما تبقى تعلم انا دابا باقي كنباكتيست ديما تترشق ليا ضروري في السيمانه باكتيستي مره ولا جوج. الباكتيل عندك الباكتيستين والادفانس سيلف ريفيو، القضيه ديال الادفانس سيلف ريفيو كنت تعلمت جاني من عند خونا اللي قلت لكم قال المقوله هذه. وشنو هو كيدير وقيته في الويكاند فين بحال اليوم انا اليوم درتها كنريح وكاع التريدز اللي خديت في هذيك السيمانه كندير عليهم ريفيو كامل بوحده بوحده علاش دخلت في التريد وعلاش هاد التريد اللي خسرت فيها كنحاول نتعلم من المستيكس اللي درت فهمتي، هذاك الخطا علاش درتو كنحاول نخرج علاش درتو، وهذيك التريد اللي نجحت فيها كنحاول نعرف علاش انا هذيك التريد نجحت فيها، شنو هما الكارتيريز اللي خلاوني انني ناخذ هذا القرار الصحيح باش مره اخرى نعتمد على هذيك الداتا اللي انا ديال الريفيو اللي ملي كدير الريفيو على هذيك الداتا ديالي وعلى هذيك البرفورمانس ديالي كنخرج بواحد الاستنتاج وبواحد النقاط اللي هما كي اللي كيعاونوني انني ندير واحد البرفورمانس احسن السيمانه الجايه. عندك كيف ما قال عبد المنعم الباك تيستين
ديما دير الباك تيستين سيشنز ديالك، يعني تنزل واحد 3 مرات في السيمانه ولا 2 مرات في السيمانه على الاقل، دير الباك تيستين وعندك سيلف ريفيو، يعني دير ريفيو على التريدز ديالك، سواء التريدز اللي رابحين ولا اللي خاسرين، ما تعرفش علاش ربحتي التريد اللي رابحين، ما تعرفش علاش التريد اللي خسرتي فيهم، علاش بجوج بيهم غادي تتعلم منهم بزاف. صح، هادي تنديرها حتى انا ديما ضروري تنجورنالي لي تريد ديالي، ضروري اي تريد دخلتيها جورنالي عليها مزيان، وتلوح لفان السيمانه سير شوفها، شوف علاش ربحتي، شوف علاش خسرتي، حيت الا بقيتي كتشوف لي تريد ديالك كتشوف علاش خسرتي وتتعمق في داك الجورنال ديالك، من بعد اش تيوقع فاش تجي شي خطره للمارشي وتتكون اناليزي المارشي وكتكون عندك شي اونطري مزيانه، كتجي كطلو كي راس شارت كيعاود راسو، الشارت راه كيعاود راسو ولكن ما كيعاودش راسو فوتوكوبي، كاين واحد شويه ديال الاختلاف، واش فهمتوا؟ تتلقى شي جوج تيتشابهوا ولكن كاين واحد شويه ديال الاختلاف بحال هكاك، يعني اون فوا كتشوف ديك التريد تقول التريد ديجا دخلتها وخسرتها، حيت علاش؟ حيت شفتي دوك لي جورنال ديالك اللي كنتي درتي، واش فهمتوا الاخوه؟ وتتقول تتيفيتي هذيك التريد ولا كتريسكي فيها اقل، باش ما صغرتي الريسك ديالك، باش ما مزيان راه باش ما كونتروليتوا الاخوه الريسك ديالكم، باش ما مزيان شي تريد ما عاجباكش ناقصه شويه نقص الريسك، ريسكي النص تاع داكشي اللي كتريسكي عادي، ويلا ربحتي راه تربح شويه ولا خسرتي راه تخسر شويه، واش فهمتوا؟ فهاد النقطة هادي أنا يعني عندي الداتا ديال يعني 5 شهور، وقت ما شفت راسي مثلا حاس براسي مزيان وفرحان وتنقول أنا تيدير واعر، تنمشي نشوف هادوك يعني البلايص اللي كنت مرونها كيفوق عليه الأستاذ قال لك راه دخلت في يعني في واحد النفسية ديال الخسارة، بقيت نمشي نشوف هادوك لي تريد كامل اللي خسرت فيهم، تنفكر كيفاش خسرت وفاش تنكون زعما ميت ليا المورال وكذا، تمشي نشوف دائما هذاك الاكسيل اللي فيه دوك لي تريد اللي يعني البيرفورمانس 60 ولا 70%، وتنقول ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش درت ليها، تنعاود نرجع مزيان الانسان يسجل، لانه هاد القضيه هادي راه غادي مره مره غادي تفكرك، حيت ما كاينش واحد غيفكرك ولا ما كاينش واحد اللي غيخرجك من الحفره ولا ينزلك من فوق الشجره الا راسك. حتى الفريق تعطي هذه الامثله ديال الناس الكبار شي شويه راه هادشي علاش كيجي تريدين جورنال، تريدين جورنال كيجي باش اننا كنخليو عندنا لي تريد ديالنا اللي كناخذو ونعاودو نديرو ليهم ريفيو، ماشي باش غير نقيدوهم تما ونخليهم في داك تريدين جورنال وما نرجعوش نشوفو ولا نحطو مثلا ستوري في الانستغرام شوفوا بلي حنا راه كنتريدو كنديرو الجورنال ديالنا، لا ما كنديروش هاد القضيه باش نديرو ستوري في الانستغرام، وانما كنديروها باش نقدروا نرجعو نديرو ريفيو على التريدز ديالنا باش نتعلمو من الاخطاء ديالنا وحتى من الوينز ديالنا. هادشي علاش كنديرو تريدين جورنال، والتريدين جورنال الدراري واحد الحاجة مهمة، حاولوا أنكم تبقاو تسميو جورنالي والتريدز ديالكم. وريت نبيل الصوت ما عندكش، نبيل الصوت ما كاينش، وقع لا دار لي زياد نسيت راسي بعيد وكاع راه من قبل هاد البيت تهضروا كيما تنسمعوكش حتى انا كنقول واقع عندي شي مشكل شي حاجة لا نسيت راسي حيتو ما رديتش البال كاع ما عجبكش. شوفوا الاخوه خصنا ياخذ هذا الشيء كما تيتخاف، حيت هذا الشيء اللي كنقولوا لكم حنا خوتي راه ماشي جبناه من راسنا، هذا الشيء راه جبناه من الناس اللي طلعوا النيفو وصلوا في هذا المجال هذا، وحتى حنا بحال قلتي معلقين فيهم وصافي وغاديين، واش فهمتوا؟ حتى نتوما تعلقوا فينا وغنمشيو كاملين، واللي جا من بعد من بعدكم انتم ما يتعلق فيكم وهكا غادي الاخوه، واش فهمتوا؟ يعني راه داكشي اللي كاين دابا راه كلشي كيتعلم، شي اللي عارف شي حاجه راه تيباك تيستيها، كاين الدراري راه دوزوا وقت كبير عرفوا الاخطاء اللي كاينين، الدراري دابا كيطلعوا في اللايف كيعطيوكم الاخطاء اللي هما خسروا فيهم زباله ديال الفلوس باش تعلموهم، ماشي غير جرى اي واحد في هذا اللايف دابا راه خاسر زباله فلوس باش تعلم، دونك فاش يجي يعطيوكم شي حاجه استافدوا منها، ماشي هذيك اللعبه ديال انك سير ولا كنتي ما باغيش تستافد سير تطيح في دوك الاخطاء وتخسر فلوسك عاد اجي نقول ديك الساعه عندكم الصح، هادشي اللي كاين. الا عطاك شي واحد شي نصيحه غير خودها، ما تقولش لا راه كذوب ولا شي لعبه، ديرها في راسك ومن غطيح فيها غتفهم البلان ديك الساعه. عندي واحد السؤال للشباب، كيفاش يعني تنصحوا الشباب ولا الدراري الصغار عموما، الدراري الصغار يعني المرحله الاعدادي اللي تيشوفوا بحال هاد اللايفات هادو تيتاثروا سلبيا، ما نقولوش ايجابيا، لانه كاين الدراري اللي مركزين في قرايتهم تيقدروا انهم
يزيدوا شي سلام. اكتيفيتي قرار رياضه، يتعلموا شي مهنه، شي حاجه في الويب وكذا. ولكن كاين دراري اللي ظروفهم يعني اللي ما عارفينهاش حنا، تيقدروا انهم يقرروا انهم يحبسوا القرايه ويمشيو مثلا يديروا تريدين ولا يتعلموا اي كوميرس وكذا. اش ممكن نصحهم؟ هاد القضية هذه أخي عبد الرزاق مزيان من ذكرت هذه النقطة هذه. أنا عندي واحد الإكسبيريونس شخصية مع هاد القضية هذه اللي نقدر نفيد بها الدراري اللي هنا كيتفرجوا، ولا الدراري اللي مازال في الهاي سكول ولا في الكوليج، يعني مازال في الكوليج ولا في سميتو في الليسي. أنا فاش كنت في الليسي في السيزيام بقى عقل، ديك الساعة كان توفى الوالد الله يرحمه، وكنت اضطريت انني نخرج من المدرسه باش انني نكمل في الخدمه ديال الوالد ديالي، باش انني نصرف باش قبل نصرف على الدار الى اخره. وكانت عندي هذه القضيه هذه ديال انه كيفاش توازن ما بين مثلا الخدمه والقرايه. هي نوعا ما انك توازن ما بين الخدمه والقرايه شبه مستحيله، لانه صعيبه، لانه القرايه كتاخذ لك واحد الوقت والخدمه كتاخذ لك وقت كبير. نصيحه، لو انني انا تحطيت في نفس السيتياسيون وكانوا الظروف يعني بشكل مغاير، يعني وكان الوالد ديالي باقي حي ديك الساعه، شنو كنت غادي ندير؟ النصيحه للدراري اللي غيتفرجوا، شنو دير؟ انت يا كتقرا، انت عندك القرايه ديالك وعندك والدك اللي كيصرفوا عليك، يعني عندك يعني ما كاينلاش انك صافي خصك تخرج ديك الساعه تخدم، ولا انك تبغي دير واحد الراش ديسيجن، يعني دير واحد القرار اللي هو متسرع. اشنو دير؟ حاول انت مع القرايه ديالك وانت يا كتقرا، انت غادي في القرايه ديالك، كمل في القرايه ديالك، وما يمطو واحد في الوقت الفراغ ديالك، يعني تجر واحد الساعتين، تجر واحد 3 سوايع في النهار ديالك تعلم فيها مثلا دومين جديد. سواء كنتي باغي تعلم الاي كوميرس تعلم فيه الاي كوميرس، كنتي باغي تعلم فيه التريدين تعلم فيه التريدين، يعني دير داك الشيء، يعني التعلم ديالك ديره في الوقت الفراغ، يعني الوقت الفراغ ديالك هو اللي تعلم فيه، وكمل قرايتك. ما حد عندك والديك مثلا اللي كيصرفوا عليكم محيدين، مازال مديرين عليك واحد الغطاء يعني من الفوق، يعني الحياة كتضرب من الفوق وهم دايرين لك واحد الغطاء ومخلينك غادي كتمشي كتبروغريسي بشوية عليك. صافي، كمل في القراية ديالك، قرا وقت الفراغ، دير زعما كيتعلم تريدين، تعلم الاي كوميرس، تعلم داكشي اللي باغي تتعلم. يعني ما تحاولش انك شويه خطيره انك تكيدي القرايه ديالك وتمشي في التريدين. علاش؟ لانه هو غادي نرجعوا للستاتيستكس، هو انه راه 90% ديال لي تريدرز كيفشلوا، ماشي يعني تخيل انت تكون من هذوك 90% اللي غيفشلوا وخرجتي من القرايه ديالك وخليتي يعني ما عندكش شي حاجه تضمن بها المستقبل ديالك. سو ديما خد واحد الباتش اللي غادي يكون بالانس، يعني هو كوك. المهم تمنى الفكره تكون وصلت للدراري. المهم الدراري نتمنى مع لعب من الصباح كنهضروا هذا الساعه ونص بالنسبه لشي وحدين جايين مسيفطينهم ما عادش شي يقولوا هنايا. احنا راه سالين، راه من الصباح حنا كنهضروا في التريدين، راه الصباح ومولي عبد المنعم كيشرح لكم السمارت ماني كونسيبت، راه هادشي اللي خايب في هذا المغرب هذا بحال هكا. حنا دابا راه قربنا نساليو اللايف، كيعطيكم الدراري غير نصائح باش ديروهم في ريوسكم، باش بنادم ما يمشيش يخرج من خدمته ويسمح في شي حاجه كيديرها كيدخل منها الفلوس ويعول على التريدين، ولا يسمح في قرايته ويعول على التريدين. التريدين راه مهنه ديرها ابار، هي اصعب مهنه تقدر تدخل ليها الا ما كنتيش ضابطها مزيان. دونك الدراري الاس بي اس سي وهادشي راه هضرنا فيه ساعه ونص وحنا كنهضرو فيه، ودرنا فيديو باش ما يقولوش هاد الهضره هادي راه شرحناها قبل، فهمتوا؟ واي واحد اللي بغى يستغل العاطفه ويجي بقى يقول لك طلع فلان ولا طلع هذا ولا طلع هذا، انا ما عنديش انا داك الشيء هنايا، فهمتي؟ اللي بغاه يمشي عنده راه تيديروا داك الشيء ديالهم هما راسه. انا طلعوا لي بنادم في راسي، فهمتي؟ حنا تنعاونوكم باش تفيدوا راسكم. دابا انت شوف، دابا بنادم انت تحفي راسك ساعتين، ممكن تحفي راسك معاه باش تعطيه المعلومه وتجيب ليه ناس يشرحوا ليه، هما قلبوها دابا تاني. بزاف من هذوك اللي كانوا تيقولوا الريسك، تيقولوا التريدين ما عرفت شنو، راه دابا ملي ما قدروش يديروا فيه والو، وراه دابا تيعايروا في التريدين، تيديروا لي ستوري على التريدين بانه ما هواش، والتريدين ما فيه ما يتا لحقاش، هما ما فشلوا فيه، ما قدروش يوصلوا لذاك الشيء اللي وصلوا ليه الدراري دابا اللي كاينين في اللايف، كتلقاهم تيهاجموا فيه. وعاد زيد واحد الكذاب اخرين بلا ما نبقى نجبد انا في السميات هنايا، راه ما كيتريديو ما التوزه، راه تلقاوها عليكم كاع النهار هما مجمعين معاكم، راه والو ما كاين لا تريدين لا التوزه. راه التريدينغ اخوتي راه ماشي كيما تيسوقوا لي، التريدينغ راه بزاف في المغرب ولا واحد الصوره اللي خايبه كاع بزاف شي ايامات كاع بزاف. دابا انت كتشوف دابا بنادم، انا واحد السيد جا هضر دابا 5 دقائق عطاكم نصيحه دغيا قلبتوا وجهكم عليه، علاش زعما؟ ما فهمتش. عطينا مصلحتنا هي الاولى، ومصلحه ما تدويش معايا في شي حاجه من غير مصلحتي. اشنو مصلحتك انت زعما اهم من الوقت ديالنا حنا؟
ما فهمتش ما تيطلعوش ليا الكومبيوترات انا كاع وقعتش بلوكار عندك اخي. هذا هو اوجه النفاق اللي كنشوف بني ادم دابا وما بحال هكا. بعد من الصباح هو كيشرح لك ساعه ونص خمسة دقائق تعطات فيه نصيحه قالوا ولا هضر لي انا في داكشي اللي قالوا منو والله يعاون والله يعاون اخويا ما تبعناش انا راه ما مخلصنا ما 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 عطينا فلوس ما باغينك تدخل في لافيلياسيون ما باغينك تدخل في شي حاجه ما بغيتيش تسمع على هادشي دير خرج من اللايف وسير ماشي انت هكا انا باغي نستافد منك 100% وما قادرش نصبر النصيحه فيها جوج دقائق نتصنت ليها اش قال هاد السيد شتي بعدا شتي بعدا قال لك اثنان لا يتعلم وماشي من غير هكا دابا راه انا راه من 2006 وانا خدام في الانترنت وعارفهم عندهم دي روبو عارفهم عندهم 70,000 كونت ديال انستغرام هنا كيجي تيبقاو يطاقيو فروزهم يقول لك حقا قول لينا جيب لينا هذا هو راه غير هو باش يطلع راسه انا ما عنديش مع هذا الشيء هذا كاع النصابه ما عنديش معاهم اللي بغى ينصبوا بدا يهضر في التخربيق يمشي يهضر راه عنده لي كونت ديالو يهضر فيهم حنا هنا جينا باش نعاونوا الدراري باش نعطيو اللاصق وما باش نبداو نخربقوا ونديروا حنا راه باينين قلنا لكم ها اش ممكن ها هما الدراري لا عبد الرزاق لا محمد لا عبد المنعم كلشي طاح تيشرح لكم وتيوريكم اشنو كاين دونك الله يعاون جيتوا اللايف حنا شرحنا لكم اشنو كاين الاس ام سي راه شرحنا هذه سو اسئله اللي سولتوا راه جاوب لي عبد المنعم في الفيديو وعاودنا درناها في اللايف دونك هذوك المنافقين ها يعطيونا اتساع من دابا احسن ما عندي ما ندير بهم انا حنا راه ماشي هنا باش نجمعوا لي فالوور باش نديوكم الايفينمون ولا نبيعوا لكم شي تخربيقه ولا نصيفطوكم تشريو شي حاجه بغيتي تتبع داكشي وتستافد منه مرحبا ما بغيتيش سير اخو عند دوك اللي بقاو تيعاوا يحاجيو لي كاع النهار ما عندهم ما يدير راه بزاف واحد الحاجه كاع النهار هما دايرين لايفات وما عندهم ما يدير مقابلين هاد التخربيق تيحاجيو عليكم وانتم واو تتسقوا لهم واو ما عارفينش شنو كاين اخويا جيتي من الاخر حاجه عبد الرزاق انا راه طلقت ما يهمكش حتى اخويا نزيد لا لحقت بنادم ماشي كلاش ناض مثلا كلاش انا حتى هو شي واحد تنشوف لا دابا السي نبيل دابا من عادتي انا وياكم تيهضر عليكم من تجربه شخصيه من قلبه واش بغيتي تحولوا يدوزوا على جهه اخرى لا فيدني انا باغي نستافد انا السي نبيل السي فورماسيون عند شي واحد وخلصوا يفيد باش حتى نحرجوا راسنا الصباح باش نعطيو بلاصه من عادتي انا وياك في هذه الفتره كامله ما تنجبدوش حتى شي عبد سميتك رغم انه شحال واحد ادانا وشحال من واحد دوا فينا وشحال من واحد حرض وشحال من واحد مشى صيفط لينا ترافيك ديال لي فولوور فيك فولوور لي كونت وما عاد لي كنذكروا مي بالخير واخا كنا سمعنا منه ماشي كلمه كنا كل قلنا راه هما اللي قالوها لينا ولكن الله يهدي بنادم اخر الله يهدي كاين بزاف دابا كنشوف التريدين واش كاين شي عاير فيه تيقول لكم لا هادشي ما هو كاين بزاف ديال التطاقيه عليكم واحد وجه عريض عاني لسائلين يا بين انا قلت لكم هاد الدراري كاملين اللي كاين هنا في اللايف راه عندهم تراك ريكورد راه كلهم اللي كيتريدي راه عنده تراك ريكورد وفاهم اش كيقول واللي ما هذا كيبقى عيب الضوء عليك تما يوريك في 50 كا 70 كا 100 كا وهي ما كاين منها حتى حاجه هالكذوب بغيتي تفهموا هاد الشيء فهموه ما بغيتوش راه يبقاو ينصبوا عليكم وفي الاخر قالها لي تقول صافي بركه داكشي الاخر تقولوش قول لي هذاك اللي بغاوني انا هذوك صحاب بيتاكم دوك صحاب ديمو قول لهم واه ترى اي سي ماركت راه كتوفر الكونت ديال 5 مليون دولار راه هادشي اللي كاين وراه ما التريدين دابا دابا السي نبيل راه مشكله ديال عقليه راه القمه تتسع للجميع القمه دابا شحال واحد تيتخبوا شراج الجبل ديالك راس الجبل ديالها كامل الفوق راه في شي 40 كيلومتر الفوق كاع نطلعوا كاملنا تما وكنتينا كاين دابا راه الاشكال كاين اللي بغى يطلع بوحدو تما وتيقول راه انا اللي كنعلم على اللي حنا ها هو اليوم الدراري عطاكم داكشي اللي كاين اللي بغى يطاقي راسو يبقى يطاقي راسو حتى الصباح راه ما غنطلعوش كنطلعوا دوك اللي عفناهم باغيين يفيدوا عندهم ما يقولوا الله يستر عليك شي الاخر اللي بغى يبقى يكذب الله يعاونو الله يسهل عليه اللي بغى يشري من عند النصابه يشري من عند النصابه حنا ما سوقناش اللي بغى يبيع شي حاجه كيبيعها واحد الحاجه الخوت نوضحها لكم شتي كاع شتي الا مشيتي تا فيزيتي على لي سينيال راه مغادير حتى لعبه في هذا المجال نقولها لكم عمرك انا جربت لي سينيال ديال العالم كاملين فاش يلاه يبدي واش فهمتوا وما درت فيهم حتى لعبه راه الا ما تريديتيش راسك راه ما عمرك دير ديك الويت راه نقولها لك راه سير بعد هذا الهضره اللي قلتها خي عبد المنعم
انا دست من نفس الاكسبيرينس والله. الاغلبيه كيبغيو يجروهم لي جروب ديال لي سينيور، والسينيور راه ما غاديش تفرغ فيهم، ما تسماش تريدر كاع. والله لا درتي شي نبيع عليك اوتوكوبي، الاغلبيه غيبغي يدوزوكم الاوتوكوبي ولا لي سينيور. فاير فاير تنادي المارجين كول، المارجين كول اخي والله لا المارجين كول. المهم الدراري شكرا بزاف على هذا الحضور ديالكم. المهم حنا درنا اللي علينا، اللي المهم خليو كلمه اخيره للدراري اللي حاضرين دابا ونساليو اللايف. خليو على المنعم واللي كان الضيف ديال اليوم هو اللي يختم. شكرا الله يحفظك. مرحبا. المهم غادي نحاول نعطي الاخوه واحد نصائح بسيطه دغيا نلخص لكم كل شيء. المهم اهم حاجه الخوت هو ركز على استراتيجي ديالك، يعني استراتيجي ديالك باكتيستيها مزيان، باكتيستي استراتيجي ديالك مزيان تتولي غادي فيها مزيان ياك. ثاني حاجه هو البسيكولوجي الخوت، حاولوا قراو الكتبات البسيكولوجي، كونترولي البسيكولوجي ديالكم مزيان حيت غيعاونكم بزاف، هو الذي يوضح الفشل ديالكم ولا النجاح ديالكم في هذا المجال ياك. ثالث حاجه هو التريدينغ بلان اخوتي، ياك التريدينغ بلان ديالكم حطوه يكون نقي، يعني كاع داكشي اللي غادي داكشي اللي تيخص شحال تريد في النهار، شحال خصك تريسكي، شحال خصك امتى تريدي، يعني كلشي قالت واحد التريدينغ بلان خاص بداكشي كامل حطوه التريدينغ ديالك وباكتيستي عليه. ورابع حاجه هي الريسك مانجمنت اخوتي، الريسك مانجمنت راه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف في التريدينغ باش انك تنجح في هذا المجال. الا كنتي تريسكي 1% من الكابيتال ديالك راه خصك تخسر 100 صفقه، راه ديما تنقولها لكم خصك تخسر 100 صفقه، ومستحيل انك تخسر 100 صفقه، مستحيل واخا تكون هذه تخربق بالريسك مانجمنت وبالستوب لوس ديالك، راه مستحيل انك تخسر الحساب تاعك. الا كنتي تخربق غتخسرو في 6 شهور ولا 3 شهور. فهمتوا الاخوه؟ يعني حاولوا ركزوا على هاد الحوايج هادو بزاف، وما تركزوش على الفلوس من الاول، الفلوس راه تجيب وحدها شويه بشويه. اين فوا تركز على الفلوس صعيب انك دير شي حاجه في هذا المجال، ولا شفتي شي خساره في النهار دير ديك الخساره بحال الى رابح، يعني شي شي بان لك الاحمر ديرو بحال الزرق بحال لا رابح، شتي نهار تولي دير الخساره بحال الربح نهار تولي غادي مزيان. مفهوم الاخوان؟ هذه هي الكلمه ديالي وكنتمنى لكم التوفيق. شكرا لك المهم محمد، شكرا للسي نبيل على منساليو، شكرا بزاف الدراري. نصيحه اللي نعطيكم هو فهمتي المعلم المنعم راه قال كلشي ما خلينا ما نقولوا، ولكن النصيحه اللي نعطيكم هو عطيو راسكم وقت في التعلم، خصوصا انا عارف انا بزاف الدراري في اللايف يلاه باين كيتعلموا، خذ راه خذ وقتك في التعلم، ما تحاولش تزرب لانك لاحظ بزاف كي غير كيعرفش تريدي اليوم الغد اللي كيمشي يشوف السمارت ماني كونسيبس بعدو كيمشي ياخذ شي تيست دغيا كيبغي يسرع الخطوات. حاول تعطي راسك وقت فين تعلم تريدين، راه كيف ما الا بغيتي تولي طبيب خصك 14 عام ولا خصك سنين عديده باش تولي اكسبير فواحد الدومين، راه كذلك في مجال ديال التداول خصك واحد الوقت، ماشي انا كنعقدها عليكم زعما كنقول لك خصك سنين، لا خصك غير تعطي راسك الوقت الكافي وما تزربش باش انك تتعلم، لانه المرحله ديال التعلم واحد المرحله ضروري خصك تدوز منها، وما غاديش ما كاينش شي واحد اللي غادي يجي ينقز هذيك المرحله، ضروري ما خصك تدوز من المرحله ديال التعلم، تعلم بشويه عليك، خذ لي زيتاب بشويه عليك، هذه اول حاجه انك تعطي راسك وقت تتعلم. ثاني حاجه كيف ما قال عبد المنعم تريدين بلان، خصك تكون عارف التريدين بلان ديالك تكون مزيانه، تكون شويه تكون عارف الانتري بوينت ديالك، الاكزيت بوينت ديالك، الريسك مانجمنت بلان ديالك، كلشي يكون فيها ناضي. التريدين بلان تكون واعره، حطوا حاولوا تركزوا على التريدين بلان الدراري. ثاني حاجه هو ثالث حاجه هو الريسك مانجمنت. الريسك مانجمنت واحد الحاجه ضروريه اللي كتشكل نسبه كبيره من سواء من النجاح ولا الفشل ديالك في مجال التداول. ان شاء الله غادي نحاول، راه كنوجد لواحد الفيديو في يوتيوب على الريسك مانجمنت، غندوي فيه من 10 زيد على الريسك مانجمنت، كاع داكشي اللي كنعرف على الريسك مانجمنت غنلوحو ان شاء الله السيمانه هذه، راه كنوجد فيه، حاولوا تشوفوه حتى هو يقدر يعاونكم في الريسك مانجمنت ولو شويه. وثالث رابع حاجه كيف ما قال النقاط ديالي ما كتختلفش على النقاط ديال عبد المنعم هو السيكولوجي، قراو كتب السيكولوجي، قراو تريدين ان ذا زون كتاب مزيان يعني في السيكولوجي ديالكم، حاولوا تكونترولي السيكولوجي ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق الدراري. احتاجيتوا اي حاجه حنا كنديروا كونتنت هنايا في انستغرام، لايفات فيديوهات ريلات روينه، غنحاولوا نعاونكم ماكسيموم، وتبارك الله عليكم الدراري. شكرا صح اخويا سي نبيل. انا اللي بغيت نقول الدراري كيف ديما تنقول عافاكم ما تقارنوا راسكم مع حتى شي حد من الناس اللي طالعين في هذا اللايف،
ولكن قارنوا راسكم مع داكشي اللي داروا ولا مع التراجي اللي دازوا منه. واش بغيتي تدوزوا نفس التراجي؟ واش بغيتي تعلموا بالطريقه الصعبه اللي تعلمنا بها حنا، ولا غتاخذوا داكشي اللي سمعتوا من الاخوان ما تدوزوش من نفس الاخطاء اللي زدنا فيها؟ يعني حتى هما تقارنوا راسكم مع حتى شي حد من هاد الناس اللي كاينين دابا، يقدر يكون كاع هذا الموضوع دابا. انا تنقول مثلا ندير واحد الارقام قبل ما نكون دير منها والو، ولكن اللي تتقارن راسك مع الضبابه، سير بشويه، خذ راحتك، خذ الوقت، والسوق راه دائما غيبقى خدام، والتجاره تبقى دائما خدامه حتى تقوم القيامه. وبالتالي ما تقولش الفرصه مشات عليا، ولا راه الشرط غادي يطلع، ولا غينزلوا وغادي يهرب عليا الدرهم. هادشي اللي كاين صح. السي نبيل، شكرا بزاف على هاد الخدمه شكرا اللي الدراري، وسمحوا لينا على الوقت ديالكم. المهم الدراري هانتوما الدراري قلتوا راه جبناهم ليكم، ها هما شرحوا ليكم، راه تيطلعوا في اللايف تيخليوا وقتهم يمشيو يديروا شي حاجه، هما تيطلعوا باش يشرحوا ليكم. ما تحاولوش ان هذوك الوحدين اللي ما عندهم مي الدراري بداو يمرضوكم في حياتكم. حنا لا هضرنا، راه هضرنا على مصلحتكم. انا ما حنا راه ما سوقناش كاع في هذا الشيء هذا، اللي بغى يدوي يدوي، اللي بغى يتعلم يتعلم، اللي بغى يقلبها على مصلحته راه تيقلب عليها. دابا ها هو بحال دابا تنشوف دابا في لي كومونتير كاين شي ناس تيقلبوا على مصلحتهم الشخصيه هما الاولين. ما قادرش يعطيك 5 دقائق تصمت الفكره، خاصه هو مصلحته الاولى، انا نستافد داكشي اللي بغيت انا، وعاد ديك الساعه انت قول اللي بغيت ولا ما تقول. هادشي حشومه، ان بنادم تيعطيك وقته مضيع من وقته، ها هو من دابا من العشره ساعتين هادي بنادم مضيعه من وقته، وسامحتش يقرا. دابا نيت عبد المنعم كان في يديه يمشي يدير لايف للناس اللي معاه في الكورس ديالو، ولا محمد حنا قلنا لهم لا باش ديروا لايف اليوم نهار السبت للدراري ديالكم ديال الكورس، اجيو ديروه مع الدراري هنا فابور في اللايف واستافدوا منهم. المشكله دابا اللي كاينه، كاين واحد الحسد، هو ان بنادم ما كيشوفش هذاك الانسان جا عطاه وقته، تيشوف راه شحال داك خونا غيدخل في ديك الفورماسيون اللي دار. اللي دخل شي حاجه الله يسهل عليه فيها، الا عندك باش دير شي فورماسيون وقاد عليها سير ديرها، كون يا راجل وديرها. وانا دابا خليت دابا ساعة ونص من الفورماسيون ديالي مع واحدة، وحتى النقطة المهمة وكري. الفورماسيون راه داير فورماسيون عادي، يعني ما الناس جبناهم لكم حنا فابور، الناس راه دايرة اللي عندهم الدراري شارين عندهم لي فورماسيون، راه كيديروا لهم لي فورماسيون دابا بالفلوس. هاد ساعتين هادي راه الناس حاسبينها ب 5000 درهم لعباد الله. والله إلا أنا دوز دي كوتشين 1-1 خلص فيهم $200 الساعة. انا شي تنقول لهم هما الدراري كيطلعوا كيبينوا وجههم ويشرحوا لكم ها شنو كاين، كيوريكم الشرط ديالهم، عجبك الحال تصنف، ما عجبكش خرج، خليها كلمه طيبه. هادشي اللي كاين الدراري، شكرا بزاف، والله يستر الجميع. راه بحال دابا هادشي هو تيخلي الدراري يغدروا كاع ما بقاش يديروا حتى شي. قول لهم اللايف الجاي اخي نبيل، غنديروا شي لايف ان شاء الله ضروري. حنا راه واخا نبدا نعطيكم القاصح، ولكن راه عارفين اللي كاين راه على مصلحتكم. الله يستر للجميع، وشكرا بزاف الدراري. كما قلت لكم راه كاين بزاف الاساتذه كيقريو، وبزاف الاساتذه كيزيدوا السوايع. غاشوف الاستاذ اللي غتدخل عنده وغتخرج مستافد، وشوف الاستاذ اللي غتدخل سطل وغتخرج سطل. هذا الشيء اللي كاين. الله والدراري الله يستر لكم. الله يحفظك انا بيه. شكرا بزاف على الله يحفظكم. الله يحفظك. شكرا بزاف.